فمبدئيا ان شاء الله رب العالمين الرجاء بس ان محدش لو سمحت يكتب لي بس اي حاجه، كل حاجه هتظهر في وقتها، هبان لك على الكاميرا في وقته وهظهر لك الكتاب وكل حاجه، ما بس اديني فرصتي اتكلم بعد اذنك. فزي ما قلنا الجدول نزل وموجود، فانت عارف خلاص محاضراتك الشرح هتبقى على ايه، وامتحاناتك بيزد على ايه، ومحاضرات حل الاسئله هتكون بيزد على ايه، وكله تمام التمام. النقطه الثانيه، كتاب الفارماكولوجي اصبح متاحا، كتاب الفارماكولوجي اصبح متاحا بصيغه بي دي اف اي بوك على الموقع بتاعنا، ونزلت لينك صفحه الكتب على كل الجروبات برضو، الصفحه لما تخش عليها تلاقي كتاب الفارما موجود، تقدر تشتريه، يتبعت لك بي دي اف في ساعتها. طيب الكتاب هينزل او الكتاب يختلف عن النوتس في اي حاجه؟ لا، لا خلاف او لا اختلاف بين الكتاب والنوتس. النوتس هي الكتاب بس، بس الكتاب مكتوب كمبيوتر يعني، وملون وبتاع حمشتكنات كده، وكمان الكتاب فيه صفحه وصفحه، يعني صفحه فاضيه تكتب فيها زيادات الشرح، زيادات بنوك الاسئله بس، يعني ده الاكسترا اللي في الكتاب لا اكثر ولا اقل، لكن غير كده الكتاب والنوتس حاجه واحده، والنوتس نازله بي دي اف على كل الجروبات، مفيش اي اشكاليه تمام. طب هل الكتاب موجود في المكتبات ولا لسه؟ لا لسه، وما اعتقدش انه هينزل في المكتبات قبل 3 اسابيع او اكتر، على ما يطبعوا بقى ويوصل لهم ويطبعوه وبتاع، انا هحاول اسرع الامر، ولكن هو حاليا متاح اي بوك فقط لا غير. تمام؟ طيب ده بالنسبة للكتاب. بالنسبة لنظامنا في الشرح، أنا عارف الكلام ده ممكن يكون قديم ومهروس في مليون فيلم قبل كده بالنسبة للسناير اللي هي الناس اللي بادئة معايا من مواد قبل كده، يعني الكلام موجه للناس الجديدة. خلاص؟ فبالنسبة للجناير زي ما بيقولوا كده جونيور وسينيور بلغة النيابات يعني. فالجناير يا شباب احنا سيمبلي واحنا بنشرح بيكون في وقت مخصوص، هو ده اللي تقدر توجه لي فيه الاسئله، او لو في جزئيه ما انتش لاقطها او جزئيه عايز نعيدها. بخلاف هذا الجزء انا ما ببقاش ببص على الشات على الاطلاق، تنظيما للامر قدر المستطاع، وعلشان اخد فرصتي ان اركز في اللي بشرحه واقدر اقول لك كل معلومه عندي. تمام؟ في خلال ذلك الوقت المتاح برد على الأسئلة، لو عندك أي أسئلة مفيش أي مشكلة تماما، تحت أمرك أقدر أرد عليك مفيش إشكال، ولو أنت عندك أي جزئية ما انتش لقيتها ممكن تقول لي مفيش مشكلة خالص ونقدر نعيدها بسرعة لو كانت حتة صغيرة يعني. طيب في حالة إني لم أتمكن من الرد على سؤالك، إيذر لأني حاسس إن هو خارج السياق بعض الشيء أو مش هيفيد أو كلام من هذا القبيل، مع احترامي طبعا الشديد ليك، تقدر تحطولي في كومنت على لينك المحاضرة، لينك المحاضرة اللي هو اللي أنا منزله على الجروب، تقدر تحطولي في كومنت وأرد عليه، حتى لو كان ازيك يا دكتور عامل إيه؟ كده تلاقيني رديت عليك قلت لك الحمد لله، عادي مفيش مشكلة خالص. تمام؟ طيب، الحاجة التالتة إحنا بنقسم الكاتيجوريز أو بنقسم أي جزئية بنشرحها إلى الكاتيجوريز الآتية، كاتيجوري A ستار، كاتيجوري A، كاتيجوري B، كاتيجوري C، كاتيجوري D. كاتيجوري A ستار ده معناها ان انا بحلف بالله انه جاي في الامتحان، جاي عليه سؤال في الامتحان خلاص. ولو ما جاش عليه سؤال ده معناته ان انا اصوم 3 ايام، تمام؟ كاتيجوري A معناها غالبا بيجي عليه سؤال في الامتحان، نادرا ما يجيش. كاتيجوري B معناها انه ممكن يجي ممكن ما يجيش. كاتيجوري C يعني غالبا ما بيجيش. كاتيجوري D يعني عمره ما بيجي في الامتحان، ولو جالك يبقى انت فيك حاجه غلط. تمام؟ دي الكاتيجوريز والتقسيمه بتاعت الكاتيجوريز عشان تبقى فاهم خلاص واحنا بنشرح وات از مينت باي كاتيجوري A ستار كاتيجوري A فالكلام من هذا القبيل. طيب شويه بقى حاجات في التكنيكاليتي في الفارماكولوجي، يعني النوتس والكتاب بلس الشرح بلس حصص حل الاسئله، يعني بلس حضورك معايا والتزامك معايا ار 100% انف فور يور يوز ان لي ستيب 1 اكزام. جاست وانت بتراجع، انا عارف في فتره المراجعه هتمسك كتاب الفيرست ايد عادي، ده غصب عنك، ده حتى من زن الناس عليك هتمسكه، مقبول انك تمسك كتاب الفيرست ايد عادي تقراه ان باراليل، مفيش اشكال خالص، مش زعلان اهو منها انت بتكسر فيه، علشان لما تيجي تراجع ممكن مسيرك تمسكه كتاب الفيرست ايد طبعا. تمام؟
ولكن أي سورس كومبريهنسيف آخر غير مطلوب منك على الإطلاق. خد بالك as long as انك هتشتغل من النوتس بلس الالتزام معايا، تمام؟ على أساس أنا بضيف على الكتاب بعض الزيادات أو تقريبا زيادات الـ U-Worlet كاملة، وبشرح لك الميكانيزمات لو في أي ميكانيزم محتاج يتظبط، ميكانيزم كلام من هذا القبيل. فأنت لازم كل الكلام ده تبقى أنت ذهنك حاضر معايا وملتزم كويس ومظبط الأمور. وساعات بتملى في الصفح الفاضية اللي هي الموجودة في الكتاب، اللي هو الكتاب ماشي صفحة وصفحة، فأنت بتملى في الصفح الفاضية لو في ميكانيزم اتشرح، لو في حاجة اتشرحت، في نفس الوقت تسيب فراغ برضو في الصفحة كافي علشان لو قابلتك زيادة في أي بنك أسئلة أو أي حاجة تقدر تحطها، تمام؟ طيب لو حد بيحضر من جروب الترايل هتلاقي ان مفيش نوتس نزلت على جروب الترايل، لان انا كده كده اصلا هشتغل شرحا من الكتاب، ولكن هوفر لكم حاضر النوتس بتاعت الاجزاء اللي اتشرحت في الترايل ده جاست ان كيس حد عايز يتابع معايا. بس انت الهدف الرئيسي من الترايل هو ان انت تحدد هل انت الشرح مفيد، الشرح فايدك، الستايل متماشي مع دماغك ولا لا، وبتقرر وبتاخد قرار، تمام؟ طيب الحاجة الثالثة تكنيكاليتي في الفارما، ان في ناس دايما بتقولي وانت مش بادئ بجنرال فارماكولوجي ليه؟ يا اخي انا حر، تمام؟ انا راجل مؤمن اني لو بدأت بالجنرال فارماكولوجي وقلت اكزامبلز باسماء ادوية وانت ما تعرفش اسماء الادوية دي فين، هتفتح بقك نص متر وهتلاقي انك بتضر اكتر ما بتستفاد. ده رأيي، عشان لما اقول لك مثلا بيزك دراج زي مثلا الباربيتوريتس او الفينوباربيتال، دراج انتر اكشن، سلفونامايد كان ديسبليس وورفرين من الهيبا من البلازما بروتين بايندينج سايت. مين الورفرين ومين اللي بتفتح بقك نص متر تبص نفسك مش قادر تلقط اي حاجه؟ فبالتالي انا بحب اخلي الجنرال فارماكولوجي في الاخر علشان حضرتك انكشك بقى، واحنا بنراجع في جنرال فارماكولوجي اقول لك فاكر الفينيتوين ده كان بيشتغل ازاي، طب ايه الموست كومن سايد افكت على الورفرين، ونشوف بقى مين اللي بيذاكر ومين اللي ما بيذاكرش. بس يا انا ستايلي كده، طريقتي كده، تمام؟ فبالتالي بدات بقى بلد، بدات جنرال، بل ما كله هيتشرح ومتجدول قدامك في الجدول، فخلاص. طيب حلو خالص، نسمي الا ليش يا جماعه مش مصرح شعري النهارده، بس معلش استحملني، معلش، منورين يا شباب. حلق شنبي، حلقت شنبي فعلا، تخيل حلقت شنبي فعلا، بس انا ماشي بمبدا حفوا الشرب واتركوا اللحيه، هي مش لحيه، هي سكسوكه، بس هي ما بتطلعش عندي هنا، هعمل ايه؟ خلاص. المهم يعني طيب هبدأ معاك كده بإنترودكشن بسيطة عن مادة الفارماكولوجي، بس خلونا كده نفتح الكتاب الجميل بتاعنا. لحظات معايا، خلونا نبتدي كده مع بعض او نفهم الفارماكولوجي. بصوا يا شباب، الفارماكولوجي من المواد اللي 100% تقدر تقفلها في الامتحان. ايه ده؟ يعني انا اقدر جالي مثلا في الامتحان بتاع ستيب 1 let's say 40 سؤال 30 سؤال او ما بين 30 و40 هم بيجوا تقريبا، او ممكن up to 50، ممكن نقول من 30 to 50، اجيب في مثلا 50 من 50، اجيب ال 50 سؤال صح؟ تقدر تجيب ال 50 سؤال صح في الفارماكولوجي. 49 من 50 يا اخي، 48، فانت هتقرب من ال 100%.
من المواد اللي I highly recommend انك تديها حقها، لانك لو اديتها حقها ممكن تجيب فيها ستار بسهولة. طالما بتجيب ستار بسهولة يعني بتنطر السكور، بتزق السكور بتاعك لفوق. احسن مثلا من مادة من وجهة نظري زي الفسيولوجي، الفسيولوجي مهما ذاكرته ومهما اديتها ممكن تلاقي كيرف جديد اول مرة تشوفه في الامتحان، ميكانيزم لافينه فانت ما فهمتش هم عايزين ايه، ما كده. فممكن توقعك في كذا سؤال، يعني ممكن تتكعبل في كذا سؤال في الفسيولوجي برغم انك مذاكرها كويس ومديها حقها كويس، لكن الفارما اديتها تديك بتدي جامد. الفارما انتوا عارفين طبعا من العقد اللي عند ناس كتير، يعني في ناس كتير معقده من الماده دي، متعقده منها عقده لرب السماء، يعني لو علشان تفك لهم عقده الفارما انت محتاج تعمل لهم عمل وتخلي تفك العمل اللي اتعمل لهم علشان خاطر حاجه غريبه، خلاص كان مرتضى منصور بقى خلاص. المهم يعني فبس اديها مجهود بس وادي ايفورت وركز معايا، انا راجل بتاع فارما، انا راجل بتاع فارما، فالمفروض هظبطك ظبطه في الفارما للعمر ان شاء الله، هظبطك فيها ظبطه للعمر، هربط لك ميكانيزمات الدواء بسايد افكتاته باستخداماته، وهخلي نسبة الحفظ فيها تقل قدر مستطاعي، لان انت مثلا بتتكلم في اسماء الادوية ما هي لازما بتتحفظ، بس هساعدك برضو فيها باني اقولك المقاطع المشتركة في الادوية، يعني البريل اس انهيبيتور، السارتان انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، ما كده هساعدك على قد ما اقدر يعني، لكن هظبطك فيها ظبطة حلوة جدا ان شاء الله، وهخليك تبقى زي الفل. بس الموضوع محتاج منك بس حبة التزام وحبة مذاكرة أول بأول، وحبة التزام بإنك تراجع قراية قبل حصة حل الأسئلة بتاعت يوم الجمعة، صح كده الجمعة الصبح، توضأ أخي الكريم وصلي صلاة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة يعني العمل عبادة بقى، اقعد كده على اللي اتشرح خلال الأسبوع وفوت عليه كده بعينك قراية، بجهز نفسي لايه؟ لحصه حل الاسئله بتاعه بالليل، تخش حل الاسئله بالليل انت بتفوت عليه قرايه، بتراجع لانك ذاكرت، ذاكرت برضو قرايه بعد الحصص، قريت كل الكلام مره واحده قبل حصه حل الاسئله، تخش في حصه حل الاسئله تلاقي نفسك بتثبت المعلومات باسئله، خلاص ادي الاسبوع ده اتدفن، نخش على الاسبوع اللي وراه. جالك بعد الاسبوع اللي وراه قال لك دكتور تحت ده في امتحان من اول محاضره رقم واحد للمحاضره رقم اربعه، اروح مراجع الاربع محاضرات قبل الامتحان. تمام، لحظة واحدة يا جماعة، أروح مراجع الأربع محاضرات قبل الامتحان. تمام، فبالتالي ماشي أنت أول بأول على الخط المنقط اللي إحنا كاتبينه أو اللي إحنا بنرسمه لك، تبص لنفسك في آخر الفارما حاسس إن يا سلام فارماكولوجي زي الفل. كمان الشباب بقى الجمال كله يصحصح السناير القدام، اعملوا حسابكم ان هيبقى في ريكول اكزام على الميكروبيولوجي وفي ريكول اكزام على الفسيولوجي، هيتجدولوا ان شاء الله بنهايه الفارماكولوجي او واحنا في نص الفارماك، عشان نخليك غصب عنك تراجع على القديم. واحده واحده، لا معلش يا ابني واحده واحده، ما انت لازم تمشي وتراجع وتاخد الموضوع جد علشان خاطر ما لا ما تلاقيش في الاجازه، في الاجازه يا دكتوره ياسمين ما تلاقيش، مش عام معاك، مش عام معاك كده وانت في الامتحانات ما تلاقيش. تمام، طيب نسمي الله وننطلق حبيبي حبيبي مازن. الله طبعا يا جماعه مازن هو الاخر ابن ليا، هو الابن الصغير، فانا عامل له الاهداء في الكتاب. طيب مش عارف مين دول، بس ابرام بيحب يحط دول طبعا اللي خدوا نوبل برايز، دول ما عارفين اللي هم بتوع الدكتور اليسون بتاع المونوكلونال انتي بودي بتاع الاميونوثيرابي بتاع الكانسر. المهم يعني list of abbreviations، يلا ننطلق في ال blood pharmacology بأول حاجة أو أول branch هنبدأ بيه النهار. بحرص أنا دايما إن أول محاضرة تبقى من ما شدش عليكوا قوي، برغم من إن والله المحاضرة دي يتهيأ ليك إنها عدد صفحاتها قليل لكن فيها معلومات كتير. ف يلا توكلنا على الله.
وكله يجهز يشمر كمامه كده ويلا. سنبدأ يا جماعة بالبلاد فارماكولوجي ونسمي الله كده ونتوكل على الله. البلاد فارماكولوجي يا أخوانا أو الأدوية اللي بتستخدم في البلاد دايما بنقسمها لحاجتين، الأدوية اللي بتمنع الجلطة والأدوية اللي بتدوب الجلطة. الأدوية اللي بتمنع الجلطة بنقسمها لمجموعتين، مجموعة اسمها أنتي كوأجولانتس ودي بتشتغل على كوأجوليشن فاكتورز، وأنتي بليتلت دراجز دي اللي بتشتغل على الصفائح الدموية. ليه؟ والله يا فندم لأن جلطة أو ثرومبس تساوي الثرومبس بتساوي حاجة اسمها بليتلت بلاج، ودي عبارة عن كالكوعة من البليتلتس كده، بلس فايبرين نتورك أو في ناس بيقولوا عليها فايبرين ميشورك اللي هي كده شبكة من الفايبرين. شبكة الفايبرين زائد البليتلت بلاج هم دول الاثنين مع بعض اللي بيكونوا الجلطة. فأنا بقسم أدوية اللي بتمنع الجلطة إلى أنتي بليتلت دراجز بتنهبت البليتلت بلاج فورميشن، وأنتي كواجولانتس بتنهبت الفايبرين ميشورك فورميشن. أنا هبدأ بمين؟ هبدأ بالأنتي كواجولانتس اللي هي بتنهبت الفايبرين ميشورك فورميشن. نسترجع مع بعض كده سريعا ميكانيزم تكوين الفايبرين ميشورك سريعا، لان الكلام ده هيتغطى في الفيسيولوجي. طبعا الشباب اللي في الفيسيولوجي انا تعمدت ابتدي لكم بالبلد عشان تبقى متكيف، تمام؟ طيب تكوين الفايبرين ميشورك او علشان الفايبرين يتكون بيتكون عن طريق انه عن طريق تنشيط an inactive fibrin في الدم يدعى فايبرينوجين، وذلك الفايبرينوجين يتم تنشيطه بفعل حاجة اسمها الاكتف ثرومبين، تمام؟ وذلك الثرومبين بيأتي من an inactive protein يدعى prothrombin الذي يتم تنشيطه إلى ثرومبين. مين اللي بينشط البرو ثرومبين إلى ثرومبين؟ قال لك والله فاكتور 10 النشيط بمساعدة أو فاكتور 10 النشيط بمساعدة الكالسيوم. مش مشكلتي بمساعدة الكالسيوم، أنا هقول على الكلام اللي ينفعني فارما. عشان تنشط فاكتور 10 تقدر تنشطه عن طريق one of the two pathways. Pathway يدعى extrinsic coagulation pathway. ال extrinsic coagulation pathway ده بيعتمد على coagulation factor وحيد وهو factor 7 الذي يتم تنشيطه إلى factor 7 النشيط بفعل حاجة اسمها tissue factor. يعني tissue factor يعني فاكتور بيطلع لما يحصل تيشو انجري اسمه ثرومبوبلاستين، مش موضوعك برضو دلوقتي. ذلك الفاكتور 7 النشيط بيروح دايركتلي منشط فاكتور 10 بمساعدة فاكتور 5 النشيط، يعني بمساعدة فاكتور 5 فاكتور 7 بيجي اهو بمساعدة فاكتور 5، هكتب فاكتور 5 هنا يجي منشط فاكتور 10. أو الـ intrinsic coagulation pathway، والـ intrinsic coagulation pathway ده بيحصل بسبب حاجة منك فيك، حاجة intrinsic، حاجة من الدم كده منه فيه، اللي هي إيه؟ الكالسيوم. الكالسيوم يا جماعة هو اللي بينيشيت الـ intrinsic pathway، والكالسيوم ده على فكرة بيطلع من الـ activated platelets. الـ activated platelets الموجودة في الدم منها فيها كده اللي بتطلع الكالسيوم اللي بيبدأ ينشط الـ intrinsic pathway، اللي هو بيبقى عبارة عن فاكتور 12 بيتنشط إلى 12 النشيط في وجود الكالسيوم، ومن ثم يقوم ذلك الـ 12 النشيط بتنشيط فاكتور 11، ومن ثم فاكتور 11 النشيط بيقوم بتنشيط فاكتور 9، وفاكتور 9 بمساعدة فاكتور 8 النشيط في وجود فاكتور 5 أيضاً،
بيقوم بتنشيط فاكتور 10 الى فاكتور 10 نشيط. مطلوب منه احفظ كل الكواجيليشن فاكتورز دي وبتاع؟ لا مش دلوقتي في الفسيولوجي، بس انا بديني بقولها لك يعني، بمهدك للفسيولوجي واللي خدها في الفسيولوجي بتراجع. تمام؟ طيب جميل، احنا بقى نشتغل على باثوي كواجيوليشن ده، او ده اسمه باثوي تكوين الفايبرين مش وورك، او الفايبرين نت وورك. تعالوا نبدا باول دواء بيشتغل على الليله دي. بس قبل ما اقول اول دواء بيشتغل على الليله دي، اف يو ريمبر، مين اللي بتصنع كل الكواجيوليشن فاكتورز 12 و11 و9 و8 و5 وبروثرومبين وفايبرينوجين والليله دي كلها؟ دي الليفر. الليفر هي اللي بتقوم بتصنيع كل الكواجيوليشن فاكتورز، ولكن كان هناك أربعة كواجيوليشن فاكتورز كان تصنيعهم يعتمد على الفيتامين كي. مين هم؟ فاكتور رقم 2 وفاكتور رقم 7 وفاكتور رقم 9 وفاكتور رقم 10. 2 7 9 10 اللي كنا بنفتكرهم ب 1972 لو فاكرين، اللي هي قبل ما ننتصر على اسرائيل بسنه، يعني قبل ما نغلب اسرائيل 1-0، احنا غلبنا اسرائيل في 1973 72 بقى، ف 2 7 9 10 دول الاربعه كواجوليشن فاكتورز اللي تصنيعهم قائم على فيتامين كي. الفيتامين كي كان مهم في تصنيعهم، كان مهم في خطوه كده في تصنيعهم اسمها الجاما كاربوكسيليشن. تمام؟ كان بيعملها انزيم اسمه ايبوكسايد ريدكتيز. مش مشكله، ما مش موضوعك يعني. طيب جميل، بس كده تعالوا نبدا بقى نتكلم على الانتي كواجولانتس. جميل، طب نبدا كده بالهيبارين اول واحد، وطبعا الهيبارين والورفارين لا يقبل الاسم على اثنين. خد بالك الهيبارين باخواته، الهيبارين ده ما بيجيش لوحده، بيجيب صحابه معاه. صحابه بقى اللي هم اللو موليكيولار ويت هيبارينز، دول اصحابه، والهيبارين الترناتيفز اللي هي بدائل الهيبارين. ونفهم امتى نستخدم بدائل الهيبارين بالظبط. طيب تعالوا نبدا كده بالهيبارين ونشوف بيشتغل ازاي. قالك والله الهيبارين سيادتك بينهبت الثرومبين وبينهبت فاكتور 10. بص كده معايا، بينهبت الثرومبين بينهبت فاكتور 10. قال لك ازاي؟ قال لك اصل في بروتين ماشي في الدم اسمه انتي ثرومبين 3، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه لك. عارف مين اللي بتطلعه؟ الليفر برضه. الهيبارين بقى ده بيمسك في الانتي ثرومبين 3 وينشطه، فالهيبارين ات اكتيفيتس انتي ثرومبين 3، ومن الانتي ثرومبين 3 ده يجي ينهبت الثرومبين وينهبت الفاكتور الذي يعمل على تنشيط الثرومبين. شوف يعني بينهبت الثرومبين والفاكتور اللي بيكون الثرومبين، الفاكتور اللي بيكون الثرومبين اللي هو مين؟ فاكتور 10. اذا الهيبارين it stimulates anti thrombin 3 which inhibits thrombin and factor 10. اذا ده بيشتغل على الاثنين، فاكتور 10 والثرومبين. حط دي على جنب علشان هربطها بحاجه كده في اللو موليكيولار ويت هيبرين هقولها كمان شويه، صبرك عليا. بنستخدم الهيبرين في ايه؟ والله انتي كواجولانت، يعني يستخدم مع اي عيان عانى او قد يعاني من جلطه. عانى او قد يعاني من جلطه اللي هم مين؟ مرضى مثلا الميوكارديال انفاركشن جات له جلطه في القلب، مرضى الستروك اللي جات له جلطه في المخ. يا اخي اقول لك على حاجه زود عليها لو عايز، دي في تي اللي جات له جلطه في الديب فينز اوف هيز ليج. اي عيان جات له جلطه من اي نوع يا اخي ممكن يمشي على هيبرين او ياخد هيبرين علشان امنع تكوين جلطه اخرى، او اي عيان اتريسك ان يجي له ام اي، او عيان اتريسك ان يجي له ثرومبوزس، او عيان اتريسك ان يجي له دي في تي. من اشهر الفئات اللي بتبقى اتريسك ان يجي لها جلطه في اي لحظه هم بعض الستات الحوامل. خد بالك بعض الستات الحوامل، بعضهم، شوف هزود لك كلمه اهو ايه، بص بص معلش هزود لك كلمه بعضهم مش كلهم، يعني مش اي ست حامل بتمشي على هيبرين، لا
الست الحامل اللي اترسك في اي لحظة ان يجي لها جلطة. طب وضح يا دكتور، هم الستات الحوامل اصلا اترسك ان يجي لهم جلطة؟ اقول لك اه. عارف ليه؟ لان مع البريجننسي بيحصل زيادة في عملية تصنيع الكواجيوليشن فاكتورز. ليه بتزيد تصنيع الكواجيوليشن فاكتورز؟ بفعل هرمونات الحمل حضرتك زي الاستروجين والبروجستيرون والبيتا اتش سي جي. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيزود تصنيع الكواجيوليشن فاكتورز في الحمل؟ لان الحمل اخره ايه؟ ولاده، وولاده يعني نزيف، يعني هتحتاج هيموستيزيس علشان خاطر توقف النزيف الذي سيحدث عند الولاده. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلى مرضى او ستات الحوامل فيسيولوجيا يزيد عندهم الكواجيوليشن فاكتور، اذا هم دمهم اصلا بيتلكك عشان يتجلط. في بقى مجموعه من الستات الحوامل بيبقى عندهم انذر اسوشيتد كونديشن، كونديشن ثانيه بقى اسوشيتد بقى اسمها انتي فوسفو ليبيد سيندروم، ودي يا جماعه اوتو اميون كونديشن. ده اللي اقدر اقوله لك عنه دلوقتي، دي ان اوتو اميون كونديشن، دي حاجه اوتو اميون ديزيز كده بيحصل عندهم. ايه هاي ريسك اوف ثرومبوس فورميشن، هاي ريسك اوف ثرومبوز. وعلى فكره الثرومبوز ده ممكن يحصل في البلاسينتا، والبلاسينتا تموت فالعيل يموت والست تسقط. من اشهر اعراض الانتي فوسفوليبيد سيندروم ان الست تكون بتسقط باستمرار، عماله تسقط باستمرار ومش عارفين السبب ايه. تمام. anyway مهم ان الانتي فوسفوليبيد سيندروم ده is another risk factor for thrombosis، وهي اصلا عندها pregnancy ودمها بيتجلط بيتلكك عشان يعمل thrombosis، فده بيput her at risk ان يجي لها جلطه في اي لحظه، فلازم أن امشيها على انتي كواجولانت اللي هو هيبارين طول فتره الحمل. طب السؤال، الهيبارين هتعرفه انه حقن it's administered parenterally، طب ليه اشكشك فيها طول الحمل طول الحمل يعني؟ ما اديها برشام، اديها الورفرين، ما احنا هناخد كمان شويه اهو الورفرين ده بيتاخد اورال، انما الهيبرين ده بيتاخد بارنترال. اقول لك اصلك لو اديت ورفرين تتحبس، اصلك لو اديت ورفرين تتحبس. الورفرين جريمه في حق الست الحامل لانه بيعدي البلاسينتال بارير بيوصل للجنين، وكمان تيراتوجينيك يعني بيعمل كونجنتال انوميلس. فاوعى ست حامل تمشي على هيبارين، نيفر، جريمه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا، تدي هيبارين. الهيبارين هو اللي الست تمشي عليها ان هو سيف ان بريجننسي بيكوز ات كانوت كروس ذا بلاسينتا، لانه بيبتايد مجعلص كبير ما بيعديش البلاسينتا، ما بيقدرش يعدي. تمام. وهو ده بقى يا جماعه، اكتب كده طلع منه سهم واكتب فوتو سيشن على الفيسبوك. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي زي الانستجرام والحاجات دي والتيك توك طلعت اسوأ ما فينا يعني، لو خدت الناس اتجننت يعني. تلاقي الست اللي عندها مثلا انتي فوسفوليبيد سيندروم دي وحامل، عماله بقى فيرست ويك وتروح عاملاها كده، سكند ويك وتروح عاملاها كده، ثيرد ويك، بعدين بعد ما تخلص الحمل خالص تروح جايه حاطه الواد كده عامله له فوتو سيشن ولف حواليه او حاطه حواليه ابر الهيبارين اللي خدتها طول فتره الحمل. تبين بقى قد انت جميله، قد انت تعبتي في فتره الحمل يا حبيبه قلبي، وتلاقي ترد تقول او كونو خلاص عارفين، تعمل فوتو سيشن كده وتلف حوالين الواد ابر الهيبارين كده وتعملها حواليه تصور علشان تنزل على الفيس. خلاص انا بعمل الحركه دي ليه او بقلش ليه؟ علشان تفتكر ان اللي بيتاخد في البريجننسي از هيبرين نوت وورفرين. تمام. ما هي اهم الاعراض الجانبيه للهيبرين؟ مين سايد افكتس، اس اي اس يعني سايد افكتس. ايه اهم الاعراض الجانبيه للهيبرين؟ قال لك والله ده انتي كواجولانت بيعاكس الجلطه، وطالما بيعاكس الجلطه يبقى بيعمل نزيف، فاي حد ماشي على هيبرين is at risk of bleeding tendency في أي لحظة. bleeding tendency ده بقى هو ونصيبه ممكن يجيله نزيف من مناخيره، يرجع دم، نزيف مع البول، نزيف في المخ، بس ده طبعا لو خد توكسيك دوز يعني مش لدرجة ما، بس bleeding tendency. طيب في مشكلة كبيرة جدا 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 تمنعنا من ان احنا نمشي اي عيان في الدنيا على هيبارين فترة طويلة. يعني عارف اطول فترة بيمشي فيها عيان على هيبارين هي الست الحامل طول التسع شهور بتوع الحمل.
لكن مفيش عيان على وجه الكرة الأرضية ينفع تمشيه على هيبارين طول عمره. يقول لك أنا بحب الشكشكة يا أخي، أنا ما بحبش البرشام ولا البلابيع، أنا بحب أتشكشك، فأنا عايز أمشي على هيبارين. ما ينفعش. Never ever use heparin chronically in any patient لأنه ليه anti collagen effect، بينهبط تصنيع الكولاجين بالفايبروبلاستس، والكولاجين مهم لعظمك، كولاجين تايب 1 أبسط حاجة، ده موجود في البون، ده هو ده building block of your bone. إذا استخدام الهيبارين على المدى الطويل بي put you at risk of osteoporosis، أو بي put the patient at risk of osteoporosis، هشاشة في العظام، فما ينفعش تستخدمه فترة طويلة. في بقى سايد افكت مهمة بيجيبوها في الامتحان مرة ومرة اسمها HIT هيت هيبرين induced thrombocytopenia. ايه بقى الهيبرين induced thrombocytopenia؟ اكتب كده، اديت هيبرين عشان امنع الجلطة فالعيان جاله جلطة. والله اكتب كده، اديت هيبرين عشان امنع الجلطة فالعيان جات له جلطة. ايه ده؟ ازاي مدي هيبارين عشان امنع الجلطة والعيان جات له جلطة بسبب الهيبارين اللي انا اديته؟ عارف ليه انك مش مذاكر؟ هفهمك. عند بعض الناس وليس كل الناس، خد بالك، عند بعض الناس وليس كل الناس، السايد افكت دي يعني ممكن تحصل ممكن لا، تدي العيان الهيبارين من هنا جهازه المناعي يجي مكون انتي باديهات ضد الهيبارين، اي بص اميونو جلوبولينز اجينست ذا هيبارين. مش في كل الناس طبعا بيحصل الموضوع ده، في بعض الناس تلك الانتي باديهات مع الاسف الشديد بتروح على الصفائح الدمويه البليتلتس. واخد بالك البليتلتس دي بتبقى مليانه اكياس من جو، مليانه اي دي بي، ومليانه الكياس دي مليانه اي دي بي ومليانه كالسيوم، يعني الكياس دي فيها كالسيوم. خد بالك الكياس فيها ايه؟ كالسيوم. بالله عليك تركز. تيجي الانتي بودز دي تروح ماسكه على بروتين موجود على سطح البليتلتس اسمه بليتلت فاكتور، بليتلت فاكتور 4 اي بيليف، صح؟ بليتلت فاكتور 4 فعلا، اسمه بليتلت فاكتور 4. تروح جايه الانتي بودز دي ماسكه فيه كده، ماسكه ادي بليتلت فاكتور 4 وادي بليتلت فاكتور 4 وماسك في مين؟ الانتي بودز. اما يمسك الانتي بودي في بليتلت فاكتور 4 يجي يريكروت خلايا مناعه ثانيه، يريكروت اذر اميون سيلز، قوم ده يؤدي الى ايه؟ بليتلت لايسيس، البليتلت تتكسر. لا مؤاخذه معلش، هي البليتلت لما تتكسر ايه اللي هيجرى لعددها؟ ايه اللي هيجرى للبليتلت كاونت؟ هيقل. وبليتلت كاونت لما يقل ده بنسميه ثرومبو سايتوبينيا، والبليتلت كاونت لما قلت بسبب البليتلت لايسس، بليتلت لايسس، بليتلت لايسس، بليتلت لايسس، البليتلت لما بتتكسر هيطلع الكالسيوم والاي دي بي اللي فيها. المصيبه بقى ان الاي دي بي اللي طلع ده يجي اكتيفيت ذا اذر بليتلتس، ينشط الاذر بليتلتس، والكالسيوم اللي طلع ده يجي منشط مين؟ الكواجيوليشن فاكتورز، تحديدا الانترنسك باثوي. فبليتلتس اتنشطت والكواجيوليشن فاكتورز اتنشطت، ايه اللي يجرى؟ جلطه. احي يعني انا مدي الهيبارين عشان امنع الجلطه ام العيان ده بنحسه يجي له جلطه؟ ما كانش العشم يا هيبارين. شوفوا يا جماعه نصيبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف القدر والنصيب. لا مش القدر والنصيب، أنت اللي ما بتذاكرش برضو. عارف ليه؟ لأن أي عيان يمشي على هيبارين وبدأت معاه هيبارين ثيرابي في المستشفى لازم تتابعه بصورة دم، تتابعه بسي بي سي، أتابع بسي بي سي أو بصورة دم عشان أتأكد. لو البليتلت كاونت لقيتها في اليوم الثاني او في اليوم الثالث بدات تنزل، ده نذير شؤم، لازم توقف الهيبارين في الحال وتشفت على ايا من بدائل الهيبارين،
الهيبارين الترناتيفز اللي هنتكلم عنها بعدين. اقرا كده معايا. هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا دي بتحصل بسبب انتي بودي برودكشن اجينست هيبارين، وبتمسك في بليتلت فاكتور 4 زود اون ذا بليتلت سيرفيس، وده ممكن يؤدي الى بليتلت ديستراكشن او بليتلت لايسيس، مما ينعكس على المريض اكلينيكيا. سي بي مينز كلينيكال بيكتشر. اكلينيكيا هينعكس ذلك على المريض على هيئه اكيوت ديكريز ان بليتلت كاونتس اون هيبارين ادمنستريشن، ودي بتتسمى حضرتك ثرومبو سايتوبينيا. عشان كده بنقول عليها هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. لو سكت وما تابعتش العيان بسي بي سي هيحصل للعيان ثرومبوزز وجلطه وذنبه في رقبتك يا اللي ما ذاكرتش، due to lysis of platelets allowing calcium release activating thrombosis process. المانجمنت، وقف الهيبارين في الحال وشفتت على بدائل الهيبارين، شفتت على هيبارين الترناتيفز. ايه هي الهيبارين الترناتيفز؟ ما تستعجلش على رزقك، هنتكلم عنها تحت اهي. بالله عليك زود فولو اب وي سي بي سي. دي ليك، دي على فكره مش هتتسير فيها في ستيب 1، بس ليك عشان تتعلم ان اي عيان بدانا له هيبارين لازم نتابعه بصوره الدم. ما تنساش الله يكرمك عشان نتاكد انه ما دخلش في اتش اي تي ولا حاجه او هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. تمام. انتيدوت، ما هو الانتيدوت؟ الانتيدوت ده اللي هو لما يحصل توكسيسيتي من اي دواء، لو عيان افور غلطنا وادينا له مثلا، الممرضه نسيت انها اديته الحقنه قبل كده، راحت مديها له مثلا حقنه ثانيه عليها، فبقى واخد حقنتين هيبارين مش حقنه واحده، فده ممكن في اي لحظه يخش في ايه؟ في بليدنج تندنسي، ينزف مننا، فلازم نديله انتيدوت. انتيدوت اللي هو اللي بيستخدم كاي حاجه تعكس الايفكت بتاع الدواء. انتيدوت الهيبارين يتحفظ صم زي اسمك. انتيدوت الهيبارين يتحفظ صم زي اسمك. بروتامين صلفيت. بروتامين از انتي هيبارين. بروتامين از انتي هيبارين. بروتامين از انتي هيبارين. بروتامين اذا طب البروتامين يا جماعه، البروتامين بحرف البي از بوزيتيفلي تشارجد بحرف البي. طب الهيبارين نيجاتيفلي تشارج، يبقى انت خلاص فهمت يعني ان البروتامين سلفيت بيعمل ايونيك بايندينج، بيمسك في الهيبارين بايونيك بوند، لان ده نيجاتيفلي تشارجد وده بوزيتيفلي تشارجد، يمسكوا في بعض فده يوقف نشاط ده. بروتامين سلفيت which is positively charged bind heparin which is negatively charged، ويستخدم كأنتيدوت في حالة الأكسيدنتال هيبارين توكسيسيتي. بروتامين is anti-heparin. نخش على النوتابين اللي تحت دي، نخلصها كده أو ننجزها. الهيبارين سيادتك has a rapid onset and short duration of action and it acts in vitro also. تعالوا نفهم معنى الجمله دي. الهيبارين انت بتديه حقنه صح؟ ده في منه بتاخد اي في تعلقه وريد، اي في، اي في يعني وانس بخش على الدم على طول يشتغل طوالي. هاز رابيد اونز، لكن الجسم بيكسره وبتخلص منه بسرعه. شورت ديوريشن اوف اكشن. في حد يا جماعه شغال طوارئ او بيلف طوارئ او واتس ايفر يعرف الهيبارين ممكن يتاخد كل قد ايه؟ هيبارين بتاخد كل من 4 ل 6 ساعات. برافو عليك يا دكتور نور الدين. من 4 ل 6 ساعات يا جماعه، كل من 4 ل 6 ساعات ندي العيان هيبارين. ودي بتبقى شغله ايه بقى؟ طبيب الامتياز اخي الكريم. ما تشتغل في ايه؟ درجه امتياز يعني بتاع ديرتي. خلاص؟ يعني بتاع ديرتي يعني غتت عليك. شايف يا باشا كده العنبر اللي قدامك ده، انا هديك وظيفه مهمه. اتعلمت اي في انجكشن؟ ما اتعلمتش، ما اتعلمتش. اقول لك حاجه، مش محتاج، هم كلهم محطوط لهم كانيولا. انا عايزك كده كل ست ساعات كده تتاكد ان العنبر اتهبرن. يعني ايه العنبر اتهبرن؟ تراجع كده ان الممرضه ادت الهيبارين لكل الايه؟
العنبر، راجع لي بقى ان العنبر كله تهبرن كل 6 ساعات، انت قاعد شفت احنا ورانا 24 ساعه، 24 ساعه كل 6 ساعات يا بيه عايزك تشوف العيانين تهبرن ولا لا، بس كده لا، وهجيب لي كيسين دم. خلاص انتوا عارفين طبعا الكلام بتاع الامتياز. الله يعينكم والله، معلش خلاص مش هنتكلم كتير. خلاص، فالهيبرين ات هاز ا رابيد اونست اند شورت ديوريشن اوف اكشن، فلازم تدي لي العيانين كله من 4 ل6 ساعات لان فتره شغله قصيره. وبيأكت ان فيترو، عارف يعني ايه؟ يعني عارف لما ناخد دم في تيوبه، او لما ناخد دم في كيس الدم، انتوا عارفين ان التيوبه بتبقى متهبرنه، كيس الدم بيبقى متهبرن، لانه لو مش متهبرن الدم هيتجلط، فعشان نمنع ان الدم يتجلط بنحط في التيوبه هيبرين، او بنهبرن التيوبه، او بنهبرن كيس الدم. اشمعنى الهيبرين؟ لان الهيبرين بيقدر يشتغل ايفن ان فيترو بره الجسم. ليه؟ لان الدم اللي انت سحبته من العيان اللي هتحطه في الكيس او هتحطه في التيوبه ده اكيد في انتي ثرومبين 3 عايم في الدم، فالهيبرين هو اللي بيقدر يشتغل على الانتي ثرومبين 3 اللي عايم في الدم، ويوقف عمليه تجلط كيس الدم، او يوقف عمليه تجلط البلاط في كيس الدم او في التيوبه. تمام؟ دكتوره هايدي بتقول احنا بنسمع الحصه من الدمرداش ورايحين نستلم دم دلوقتي. ربنا يوفقك يا دكتوره هايدي ان شاء الله، استلم الدم كويس. اوعي. طيب لو عايز اتابع واعرف العيان بتاعي شغال او الهيبرين شغال ولا لا، بنتابع بحاجه اسمها بارشال ثرومبوبلاستين تايم. البي تي تي ده انت مش مطلوب منك تعرف بيتعمل ازاي، لكن مطلوب منك تعرف اسم التحليل. اسم التحليل سيادتك بارشال ثرومبوبلاستين تايم، اسمه كده بي تي تي. والبارشال ثرومبوبلاستين تايم از ا تايم يوزد تو اسس ذا كواليتي اوف ذا انترنسيك كواجيوليشن باثوي. It's used to assess the quality of intrinsic coagulation pathway. لو الـ intrinsic coagulation pathway مش شغال كويس، الـ PTT بيطول. الدم بياخد بي take more time to coagulate using the intrinsic pathway. فالـ PTT is used for intrinsic pathway quality assessment. يعني انت عايز تقول لنا كده يا دكتور تاح ان الهيبرين بيشتغل اكتر على الـ intrinsic pathway؟ هو بيشتغل على الاكسترنسك بس بيشتغل مينلي اون ذا انترنسك، يعني بيشتغل على الانترنسك اكتر بكتير من الاكسترنسك. اصل في ابحاث حديثه قالت ان هو ليه سلايت افكت على الاكسترنسك كواجوليشن باث واي از ويل، بس مش مشكله يعني. لكن الهيبرين بيشتغل مينلي على الانترنسك كواجوليشن باث واي، فعلشان كده بتابع العيان بحاجه اسمها بي تي تي. يعني اما ادي عياني هيبرين بعرف منين الهيبرين اللي اديته له شغال؟ ان الاقي البي تي تي بتاع العيان طول. طالما البي تي تي طول يبقى انا اديت هيبرين والهيبرين شغال. هيبرين از جيفن اي في اور سبكوتينيوس، يا تحت الجلد يا اي في، يا بتاخد حقن بارنترالي. اذا هيبرين بيستيموليت الانتي ثرومبين 3 فيوقف نشاط فاكتور 10 والثرومبين، بيستخدم كانتي كواجولانت في الاكيوت انتي كواجوليشن والكرونيك انتي كواجوليشن في حاله البريجننسي، خصوصا الستات اللي عندهم انتي فوسفوليبيد سيندروم عشان ما بيعديش البلاسينتا مش تيراتوجينيك. اكيوت انتي كواجوليشن يعني عيان عنده في اللحظه دي جلطه في القلب او جلطه في المخ. اهم اعراضه الجانبيه انه بيعمل بليدنج تندنسي، اوستيوبوروزيس لو استخدم على المدى الطويل بسبب انتي كولاجين افكت، هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا بسبب انتي بوديز اتكونت ضد الهيبرين، مسكت في بليتلت فاكتور 4 على سطح البليتلت، دمرت البليتلت طلعت كالسيوم، نشطت التجلط، حصل thrombus formation with associated thrombocytopenia. That's why any patient on heparin needs follow up by CBC. وفي حالة انك لقيت في اي لحظة عدد البليتلتس بيقل، it's a bad sign of HIT and you have at once to stop heparin and shift to heparin alternatives اللي هنتكلم عنها لاحقا. الانتيدوت بتاع الهيبرين اسمه بروتامين سلفيت، بيمسك مع الهيبرين ايونيكالي، الهيبرين بيشتغل بسرعه لشورت ديوريشن اوف اكشن، بنتابعه بي تي تي وبيتاخد اي في او سبكوتينيوس. That's it بالنسبه للهيبرين. تاني مجموعه انا اخلص الهيبرين واخواته وبعد كده اشوف اسئلتكم لو عندكم اي استفسار او اسئله، بس اخلص الهيبرين واخواته.
المجموعه الثانيه اللي هم اخوات الهيبرين بقى، لو موليكولار ويت هيبرين. ايه لو موليكولار ويت هيبرين ده؟ والله احنا مسكنا الهيبرين which is a large molecule، يقول لك لعبنا فيه. لعبنا فيه بمعنى ايه؟ صنعنا منه هيبرين ديريفاتيف كده اصغر في الموليكولار ويت، فهم سموهم لو موليكولار ويت هيبرين. طب اكيد انت لعبت في الهيبرين وصنعت منه مجموعات تشبه الهيبرين تدعى لو موليكولار ويت، اكيد انت صنعتهم لغرض، اكيد فيهم ميزه دول اللو موليكولار ويت هيبرين. هنعرف دلوقتي اللو موليكولار ويت هيبرين، هيبرين هيبرين اسمه هيبرين، وهم متصنعين من الهيبرين، فهتلاقيهم فيهم كلمه بارين اللي هو اخر كام حرف من كلمه هيبرين عشان يعرفك انهم متصنعين من الهيبرين. يعني بس انوكسا بارين، دلتي بارين، فوندا بارين، اوكس ما اعرفش اسمها، ده حطوا له اوكس في الاخر، فوندا بارينوكس، بس كلهم فيهم كلمه بارين عشان ما تنساش، عشان متصنعين من الهيبرين. طب ما الفارما سهله اهي، طب ما الفارما سهل، عارف ده هيبرين ده انوكسا فارين. احنا كوميديين جدا، انت بتشك في الموضوع؟ لا ده احنا عندنا كوميديا رهيبه في الفارما، ده احنا رهاء، احنا ظراف جدا. يعني نسبة البيض عندنا، نسبة الخفة الدم عندنا عالية في الفارماكولوجيا. فإنوكسا بارين، دالتي بارين، فوندا بارين، خلاص ما علينا. ده الأسماء، ده regarding النيمز علشان تبقى حليت مشكلة الأسماء هنا. طب اللو موليكولار ويت إيه الميزة اللي فيها يعني اللي مميزها عن الهيبرين العادي؟ قالك والله هم نفس الكلام، اللو موليكولار ويت هيبرينز بينشطوا برضو أنتي ثرومبين 3، بس هم بيشتغلوا اكتر على فاكتور 10 فقط. يعني بص هم وجدوا ان اللو موليكولار ويت هيبرينز بيزودوا، بص اهي شايف لو موليكولار ويت هيبرين بيزودوا عمليه البايندنج بتوين ذا انتي ثرومبين 3 وفاكتور 10، فبيشتغلوا اكتر كانهبيتورز على فاكتور 10 وليس كانهبيتورز على مين؟ على الثرومبين. إذن السؤال أيهما أقوى؟ More potent، أقوى الهيبرين أم اللو موليكولار ويت هيبرين؟ الهيبرين ولا اللو موليكولار ويت هيبرين؟ الهيبرين طبعا، لك أن تتخيل الهيبرين أقوى بكثير من اللو موليكولار ويت هيبرين. عارف ليه؟ لأن الهيبرين بيمسك في أنتي ثرومبين 3 ويخليه يشتغل on both فاكتور 10 وon ثرومبين، يعني بيوقف نشاط حاجتين، لكن اللو موليكولار ويت هيبرين بتوقف نشاط حاجه واحده بس وهي فاكتور 10 فقط. ولهذا شوف هتلاقيني كاتب في الهيبرين فوق انه مور بوتنت ذان لو موليكولار ويت هيبرين ويتش ار اكسبليند ليتر. طب ايه ده؟ يعني ده معناته ان الهيبرين اقوى من اللو موليكولار ويت هيبرين. طب فين الميزه بقى اللي في اللو موليكولار ويت هيبرين؟ اي نعم هي اضعف من الهيبرين، ولكن الافكت بتاعها اطول. هي أضعف لكن عمرها أطول في الجسم، أضعف لكن عمرها أطول، اكتب كده أضعف ولكن عمرها أطول. It has an extremely 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 longer duration of action. حد فيكم يا جماعة يسمع 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 عن حقنة الكليكسان؟ في حقنة مشهورة جدا، وأنا متأكد إن اللي شغالين برضو طوارئ أو شغالين عناية مركزة أو شغالين واتسويفر يسمعوا عن حقنة الكليكسان. حقنة الكليكسان اللي هي لو موليكولار ويت هيبرين بتاخد في جلدة البطن سبكوتينيوس، بتاخد في جلدة البطن كل 12 ساعة أو ممكن كل 24 ساعة كمان في بعض الحالات. لكن تخيل تدي أنتي كواجولان كل 24 ساعة، أحسن ما أقعد أهبرنك كل 4 ل 6 ساعات. طبعًا أغلى، طبعًا أغلى. شركات الأدوية بقى نستفاد إزاي؟ خلاص أغلى طبعا. فبالتالي longer duration of action so less frequently administered، ده اللي بيميزها عن الهيبرين. مش بس كده، دي extremely 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 safe. يعني عارف لو نسيت وديت حقنتين مثلا بدل حقن غالبا بتعدي، ولا حتى محتاجة monitoring ب-PTT، لك أن تتخيل. It's extremely safe. انت عارف علشان تموت عيان ب-overdose low molecular weight heparin انت محتاج تكون قصدها، انت بتقتله قاصد، ما يعني لازم انت تديله مثلا ايه ثلاث اربع يعني ثلاث اربع حقن مره واحده مثلا ولا حاجه، انت مصر تقتله، عارف انت ساقتلك يا وغد. لكن عارف الهيبرين ممكن لو غلطت واديت حقنه وغلطت واديت الثانيه ايه ممكن يخش في توكسيستي. عشان كده دايما بيبقى العيان على المحك عمالين متابعينه ومركزين في البي تي تي
احسن يخش مننا في اي لحظه في توكسيستي، وعشان كده بنبقى مجهزين الانتي دوت البروتامين سلفيت جاست ان كيس العام في اي لحظه دخل في توكسيستي نلحق. خلاص، فاذا اتس هايلي سيف وبتتاخد سبكوتينيوسلي، سو نو نيد تو مونيتور بي تي تي، مش محتاج تمونيتور بي تي تي. بس فيها عيب خطير ان لو حصل منها توكسيستي ده لو بقى ما بيشتغلش عليها البروتامين سلفيت. اه طب امال الانتي دوت بتاعها اسمه ايه؟ ملهاش انتي دوت، فيش مليان ملهاش انتي دوت حضرتك، there is no antidote، وده مصيبه. ده معناها انها not easily reversed لو حصل منها توكسيز. بس ده لو بقى يعني بتقعد جنب العام وتحط ايدك على خدك، بتفضل بقى تنقل العام في بلازما علشان تعوض الانتي ثرومبين 3 تعوض الفاكتور 10 اللي عمال نشاطه يقف، عمال تنقله بقى انت في بلازما وتنقله في كواجيليشن فاكتورز لغايه اما افكت اللو موليكولار ويت هيبرين يخرج من الجسم. تفضل قاعد بقى العيان ده يعكنن عليك وعلى اللي خلفوك. فبالتالي if toxicity occurs there is no antidote because it is not easily، وبالتالي ده يخليها not easily reversed. يبقى مهم جدا جدا تاخد اللو موليكولار هيبرين بالمقارنه بالهيبرين. الهيبرين يمسك في انتي ثرومبين 3 وينشطه، فالانتي ثرومبين 3 يوقف نشاط فاكتور 10 والثرومبين، ولكن اللو موليكولار ويت هيبرين بتفاسيليتيت البايندنج ويتش هابن بتوين ذا انتي ثرومبين 3 اند فاكتور 10. هي بتمسك في انتي ثرومبين 3 وفاكتور 10 وتخليهم يقربوا من بعض، يمسكوا في بعض اكتر، يعني بتشتغل مور اون فاكتور 10 مش مور على الثرومبين، وده يجعل الهيبرين اقوى، ولكن اللو موليكولار ويت هيبرين اطول في الديوريشن اوف افكت، فليس فريكوينتلي ادمنسترد، لونجر ديوريشن اوف اكشن، وسيفر هايلي سيف تاخد سبكوتينيوسلي، مش محتاجين نمونيتور بي بي تي تي. ولكن من اهم عيوبها ان لو حصل منها توكسيستي وده نادرا ما يحدث ملهاش انتي دوت، فنوت ايزلي ريفيرست. تمام. طيب قلنا يا جماعه الاسئله ليها وقت، اول ما اخلص الصفحه هسمع اسئلتكم، واللي عنده سؤال انا ما عنديش مشكله خالص من عينيا. اللو موليكولار ويت هيبرين بتاخد سبكوتينيوسلي بس، ما بتتعلقش اي في، بتتاخد تحت الجلد. قلنا نيجي نتكلم على البدائل الشرعيه للهيبرين، هيبرين الترناتيفز. احنا معلش كده يا دكتور تاح، كنا قلنا امتى؟ معلش فكرني كده نستخدم الهيبرين الترناتيفز. اه افتكرت، لما العيان يجي له اتش اي تي هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. طب ما ايه المشكله؟ طب ما لما يجي له هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، طب ما انشفتت على لو موليكولار ويت هيبرين بيحصل معاها اتش اي تي برضه. ما هي من روح الهيبرين يا ابني، معموله من الهيبرين. ما ينفعش مثلا اديت هيبرين جهاز المناعه عمل رياكشن ضده، تروح قال خلاص بلاش هيبرين، هجيب لك اخو الهيبرين. ده انت غتت قوي، انت اللي هو غتت في نفسك قوي. يلا اللو موليكولار ويت هيبرين ات اولسو كان ليد تو اتش اي تي في حاله ان العيان جاله اتش اي تي من الهيبرين اتسلف. اذا اتش اي تي كان هابن ويز هيبرين اند اولسو ويز لو موليكولار ويت هيبرين، ولهذا لازم نشفتت على بدائل الهيبرين، حاجه مش هيبرين خالص، ودي تشمل اي دواء يحمل مقطع ابان. ايه الاستظراف ده؟ خلاص، حاجه اسمها ابان، انا اسف يعني ابان واطران. خلاص ابان واطران، اه والله. زي مثلا بص بص ارجتروبان، خلاص دابي جتران، او هي اسمه دابي جتران، انا اسف يا اخي. خلاص ابيكس ابان، ريفاروكس ابان، خلاص اي حاجه فيها ابان او اطران خلاص تبقى اسمها ايه؟ هيبرين الترناتيف. طبعا انا اختفيت وبنت عشان ابين لك ابان يعني، خلاص فابان او اطران دي تبقى هيبرين الترناتيفز على طول. طب الهيبرين الترناتيفز دول بيعملوا ايه؟ بيمسكوا في فاكتور 10 طوال. They bind directly to factor 10 directly to the thrombin causing their inhibition. مالهمش دعوه بقى بحدوده الانتي ثرومبين 3، يجوا على الانتي ثرومبين 3 يقولوا اركن على جنب انت وانا همسك مكانك وانا اللي هشتغل دايركتلي. They act as a direct factor 10 inhibitor او they act as a direct thrombin inhibitor by binding to thrombin active sites.
عايز بس اديك ملحوظة، شايفين اللي فيهم ابيكسابان ريفاروكسابان؟ المجموعة دي بتتسمى نون هيرودين ديريفاتيفز، مشتقين من حاجة اسمها نون هيرودين. دول بيشتغلوا اكتر على فاكتور 10، they bind more to فاكتور 10. انما الارجاتروبان والدابيجاتران والبيفاليرودين، سيبك من البيفاليرودين ده مش معانا في بس مش مشكلة يعني، بس دول بقى اللي هم نون، اللي هم اسمهم هيرودين ديريفاتيفز، بيتسموا هيرودين ديريفاتيفز، دول بيمسكوا اكتر في الثرومب. لازم اعرفها يعني، ان النون هيرودين بيمسكوا اكتر في فاكتور 10 وان الهيرودين بيمسكوا اكتر في الثرومبين. والله للاسف اه. طب ما هي صعبه كده يا دكتور. لا الفارما وحشه. لا حلوه والله الفارما وحشه. لا حلوه. حلوه ازاي؟ طيب بص 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 ركز كده. هو ده الغش المشروع. هو ده الغش المشروع يا اخي. شوف ابيكسابان ريفاروكسابان مكتوب لك اكس ايه في النص، امال احنا كاتبينها ليه؟ احنا كاتبينها علشان نفكرك انه بيمسك في اكس ايه، بيمسك في فاكتور 10. شوف بس بنحاول نخفيها بس علشان نصعب الفارما شويه، خلاص عشان بس نصعب الفارما شويه فتبان ان هي صعبه شويه يعني، بس بنضحك معاك. خلاص طيب. انما دول بقى باي اكسكلوجن الباقيين دول بيمسكوا اكتر في الثرومب، تمام؟ بيمسكوا اكتر في الثرومب عن طريق انهم بيمسكوا في الاكتف سايت بتاع فاكتور 10 وبيمسكوا في الاكتف سايت اوف ذا ثرومبين، وبالتالي بيمنعوا نشاط الثرومبين او بيمنعوا نشاط فاكتور 10، تمام؟ الهيبارين الترناتيفز بنستخدمهم امتى؟ كبدائل شرعيه للهيبارين، مينلي في حاله حدوث هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا او في حاله حدوث اي سايد افكت ناتج عن استخدام الهيبرين زي اوستيوبروز زي بليدنج تندنسي زي واتس ايفر او اي سايد افكت اخر، بس يا مينلي في الاتش اي تي يعني، تمام؟ بيستخدمهم برضو طبعا في حالات بقى ايه كانتي كواجولنتس، ما هم بيستخدموا كانتي كواجولنتس، ممكن يستخدموا في حالات الثرومبوليد مايوكارديال انفاركشن ستروك دي في تي مرضى الاتريال فايبريليشن، اللي الاتريا ما عندهم عماله تعمل كده، او لما يحصل اتريال فايبريليشن الدم بيتراكم جوه الاتريا، خلاص دم بيتراكم جوه الاتريا، لما يتراكم الدم جوه الاتريا ممكن يتجلط يعمل جلطه، فلازم ندي انتي كواجولانت يعني. هناخد ان شاء الله علاج الاتريال فايبريليشن، واقول لك دي فايبريليت انتي كواجولات جيف ديجيتاليس، خلاص اه دي فايبريليت انتي كواجولات جيف ديجيتاليس. الكلام ده هناخده ان شاء الله، والشباب بتوع الفسيولوجي يشهدوا على الكلام ده، تمام؟ طيب الديس ادفانتجز، عيوب الهيبرين الترناتيف ايه؟ ان نفس الكلام لو حصل منهم توكسيسيتي مفيش انتيدوت، not easily reversed او not easily reversed، انت ممكن تستخدمه في كل حالات الثرومبو امبوليزم عادي، تمام؟ دي في تي يا احمد يا حمد، انا عارف ان هم مش شائعين قوي في الاستخدام في الدي في تي، بس ما يعني احنا مش موضوعنا، تمام؟ اهو انا كاتب لك في نوتا بين ان الهيرودين ديريفاتيفز دي انهبت ثرومبين، اما النون هيرودين ديريفاتيفز بيشتغلوا على فاكتور 10. معناها ايه دي في تي؟ ديب فينوس ثرومبوزس، ثرومبوزس في الفينز ديب فينوس ثرومبوزس. هيرودين ديريفاتيفز بتنهبت الثرومبين، والنون هيرودين ديريفاتيفز بنهبت فاكتور 10، وانا علمتها لك خلاص بعلامه علشان ما تنساهاش. كويستشنز، اللي عنده اسئله اتفضل يا اخوانا، يو ار مور ذان ويلكم يا بيه، اسال سؤالك لو حابب، عندك اي استفسارات او اي اسئله على مدار 3 دقائق يعني على مدار 3 minutes. في حد بيقول لي، عماد بيقول لي in acute management of HIT do we need to use immunosuppressive؟ لا لا لا، انت يا دوب بس بتلحقه مع بدايه الثرومبوسايتوبينيا وتشفتت على حاجه تاني، ما بيخشش في جلطه خلاص. Is HIT an autoimmune process؟ لا، هي immune system reaction against the heparin. The heparin is recognized by some immune systems as an antigen. تمام؟ اللي هو الهيبرين اللي بنديه احنا من بره. All types of heparin can be used in pregnancy. بس غالبا احنا بنستخدم ممكن بس غالبا الستات الحوامل بيمشوا على low molecular weight. ده لو غنيه. لو فقيره بنضطر نمشيها على هيبرين بقى. بس لو غنيه low molecular weight heparin وتخش من الاساس. ليه من الاول ما استعملهمش؟ عشان ما فيش انتيدوت، ما
بس لا مش عشان ما فيش انتيدوت بس، وعشان برضو العوامل الماديه، الجوانب الماديه، ان دول اغلى من دول، ففي حاجات كتير بتعالج يعني. على فكره في دكاتره ولا انت تقصد الهيبارين الترناتيفز اللي هي بدائل الهيبارين؟ لا، الهيبارين اقوى من اي حاجه تانية، فلو ينفع تدي عيانك هيبارين هو احسن من اي حاجه تانية، انه قوي قوي. تمام. في حد بيقول لي بيشتغلوا ازاي الالترناتيفز؟ ما انا قلت بيمسكوا بشكل مباشر في فاكتور 10 او الثرومبين وبيوقفوهم عن العمل. لا ما ينفعش خالص يا دكتوره ضحى اتكلم في سورسز نهائيا دلوقتي. انا دلوقتي بشرح المحاضره يا دكتوره ضحى، ممكن تساليني بقى على في الكومنت على المحاضره بقى، على لينك المحاضره. هو ايه الهيرودين؟ الهيرودين ده بص مش لازم بقى نقعد نجيب اصل الموضوع، بيجي على فكره من 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 التعابين، من سموم بعض انواع التعابين، مش موضوعك بقى خالص يعني. Why do we use PTT as a follow-up as intrinsic pathway testing although heparin act on factors of a common coagulation pathway؟ ما انا قلت لك هو بيشتغل، يعني الابحاث الحديثه قالت ان هو بيشتغل على الاكسترنسك برضه، لكن هو بيشتغل اكتر على الانترنسك pathway for some reason. تمام. ممكن الرسمه بتاعه الاتش اي تي انديكيشن اوف هيبارين فور بريجننسي عشان ما بيعديش البلاسينتال بارير، فبالتالي مش توكسيك على الجنين. تمام. في حد بيقول لي الهيرودين دريفاتيفز فور تريتمنت اونلي وايل نون هيرودين كان بي بروفيلاكسيس اند تريتمنت، از ذس ترو؟ بس ده معلومه كلينيكال قوي يا دكتور، مش موضوعنا هنا في الفارما يعني. او كان اي دايجنوز انتي فوسفوليبيد سيندروم؟ لا ده ناخده ان شاء الله في بعدين لما نيجي نتكلم على انتي فوسفوليبيد سيندروم هبعرفك كل حاجه عنه. كان وي يوز بروتامين سلفيت ان تريتمنت اوف اتش اي تي؟ المشكله ان الجلطه بتبقى حصلت، ما الاتش اي تي دي مصيبه وحصلت خلاص، فانت دورك انك ما تخليش العيان يوصل لمرحله الجلطه، مش تدي بروتامين سلفيت. اتش اي تي اختصار هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. تمام. هعيد بس مرة أخيرة كده تاني على الميكانيزم بتاع الـ HIT. الـ HIT سيادتك لما بتدي هيبارين بعض الناس جهازهم المناعي بيجي مكون أنتي بودز ضد الهيبارين. أنتي بودز دي بتروح تكروس رياكت وتمسك في بروتين موجود على سطح البليتلت اسمه بليتلت فاكتور 4. تيجي عاملة ريكروتمنت تو سام إميون سيلز، فالإميون سيلز تيجي مدمرة البليتلتس فتطلع منها كالسيوم وإي دي بي. الإي دي بي ينشط أذر بليتلتس اللي هي لسه ما اتدمرتش، والكالسيوم ينشط الكواجوليشن فاكتور. اكتيفيتد بليتلتس مع اكتيفيتد كواجوليشن فاكتور يؤدي الى جلطه، اللي بيعمل جلطه. تمام. ماشي مش 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 موضوعك، بس التركه ان الايرلي ساين اوف حدوث تلك الجلطه از ديكريز ان بليتلت كاونت اللي هو ثرومبوسايتوبينيا which can be detected by CBC. تمام. خلوني اتكلم على الورفرين وهو الدواء اللي بعد كده، هناخد ورفرين وبعدين نطلع بريك نرجع ناخد الثرومبوليتكس والانتي بليتلت دراجز. تمام. الورفرين يا شباب بيشتغل على دي، فاكرين 1972؟ دول كانوا الاربعه فاكتورز اللي كانوا بيحتاجوا فيتامين كي عشان يتصنعوا. كان الفيتامين كي مهم في خطوه اسمها جاما كاربوكسيليشن زي ما قلت لك، لكي يتم تصنيع الاربعه كواجوليشن فاكتورز باي ايبوكسايد ريدكتيز انزايم. اهو الورفرين بقى يا جماعه بيعمل ايه؟ ات كومبيت، ركز في الاجابه دي، ات كومبيت ويز فيتامين كي. لما اكومبيت مع الفيتامين كي واتنافس معاه ده هيقلل نشاط الانزيم اللي اسمه ايبوكسايد ريدكتيز، فيقل او اقلل الجاما كاربوكسيليشن ستيب which is required for hepatic synthesis of الاربعة coagulation factor 2 7 9 10. مش بس كده بقى، ده انت هتمنع كمان تصنيع حاجه اسمها بروتين سي وبروتين اس. اجل حدوته البروتين سي والبروتين اس دي دلوقتي، خليني اتكلم عنها كمان شويه. شوف انا كاتب ايه، باي كومبيتنج وذ فيتامين كي. تمام. معلش عايزك تزود اون ايبوكسايد ريدكتيز انزايم، لو عايز يعني تزود اون ايبوكسايد ريدكتيز انزايم. طيب اديت انا العيان وورفرين النهارده، اديت انا العيان وورفرين النهارده
وقف النهارده وبدا يكمبيت مع الفيتامين كي، وبدا يوقف تصنيع 1972 ويوقف تصنيع البروتين سي والبروتين اس. هل ده معناته ان الورفرين الاكشن بتاعه هيظهر في ساعتها لحظه استخدامه في نفس يوم استخدامه؟ يس ولا نو؟ حد يرد عليا يس ولا نو؟ نو طبعا. ليه؟ لان انا وقفت التصنيع النهارده، لازم بقى افكت الدراج يبدا يبان لما ال 1972 والبروتين سي والبروتين اس اللي في الدم يخلصوا. لما يبقوا يخلصوا انا وقفت بقى التصنيع من النهارده، هنا افكت الدواء بيبدا يبان. ولهذا الورفرين لا يعمل الا بعد 48 ساعه من بدايه استخدامه. لازم تعرف الموضوع ده. Its action appear in 48 to 72 hours. من 48 ل 72 ساعة. أنا كاتبها 3 days أهو. Its action appear after 3 days. أثناء هذه الثلاثة أيام أو أثناء تلك الثلاثة أيام لازم أن تبقى مغطي العيان بأنتيكواجولانت تاني. لازم أن تبقى مغطي العيان بأنتيكواجولانت تاني. هغطي العيان بأنتيكواجولانت تاني من اللي بيشتغلوا في لحظتها. وانس ما يتاخد اللي هو الهيبرين. ودي بتتسمى هيبرين أمبريلا. وعشان كده اللي بيتم إكلينيكيا كالآتي، وأنا متأكد إن الناس اللي اشتغلت بقى مع عيانين عارفة هذا الكلام أو شافت دكاترة بيكتبوا علاج للعيانين. بتلاقي العيان أول مثلا ما تجيله جلطة رحوا مبادئين له النهاردة أهو على هيبرين مع ورفرين، ويفضلوا ماشيينه على الاتنين لمدة يومين لثلاث أيام. بعد اليومين أو الثلاث أيام خلاص اسحب الهيبرين وكمل على الورفرين، لأن الورفرين هنا خلاص شغال. فده اللي بيحصل. حاجة اسمها هيبرين أمبريلا. It's action appear after three days during which heparin is given. ودي بتتسمى بين قوسين هيبرين أمبريلا. يبقى أنت دلوقتي فهمت يعني إيه هيبرين أمبريلا. الورفرين أحسن أنتيكواجولانت العيان يمشي عليه. أحسن أنتيكواجولانت العيان يمشي عليه. ليه؟ يسمى كرونيك أنتيكواجوليشن اللي بتاخد أورال. بلابيع برشام، والبلابيع طول عمرها اسهل من الحقن. لو مثلا عندي عيان عنده دي في تي، جاله ام اي، جاله ستروك، بيمشي على وورفرين، بتاخد اورالي. ايه اعراضه الجانبيه؟ نفس الكلام، ما هو انتي كواجولانت. طالما انتي كواجولانت يبقى كده هيعمل برضه بليدنج ايه؟ تندنسي ديو تو اتس انتي كواجولانت افكت. مش بس كده بقى، بص ركز في تيراتوجينيسيتي. انا متاكد ان انت عارفها، انا قلتها قبل كده. قلت لك لو اديت ورفرين لست حامل حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. خلاص؟ ليه؟ مش مذاكر. لا ومش بس كده، بهدلتها، عملت معاها الدنيئه. الورفرين بيعدي البلاسينتال بارير وكمان بيعمل كونجنتال انوملس في الاجنه، تيراتوجين. نيجي بقى للسايد افكت الثانيه اللي محتاجه حبه شرح، زي الاتش اي تي كده في الهبر. skin and tissue necrosis. الورفرين بيعمل skin and tissue necrosis ليه؟ معلش عايزك تكتب جنبها، بص الله يكرمك. اديت الورفرين عشان امنع الجلطه، راح اعمل جلطه. ايه ده؟ الجمله دي انا سمعتها فين قبل كده؟ كتبتها فين؟ في الهيبرين فوق برضه. اديتك يا ورفرين عشان امنع الجلطه، عملت جلطه او اديت الى جلطه. ما كانش العشم، نفس ما قلنا للهيبرين هنا برضو ما كانش العشم. وما كانش العشم دي برضو ما بتحصلش مع كل العيانين، بتحصل عند بعض العيانين. وفهمك الفكره ايه؟ دي الليفر، صح؟ الليفر زي ما احنا عارفين بتصنع 1972 وبتصنع حاجه اسمها بروتين سي وبروتين اس، وتصنيع كلاهما يحتاج الى فيتامين كي، جاما كاربوكسيليشن، ايبوكسايد ريدكتيز. اهو الورفرين كان بينهبت دي. الورفرين كان بيكمبيت مع الفيتامين كي فور ذا جاما كاربوكسيليشن باي ايبوكسايد ريدكتيز، فيقلل عمليه تصنيع 1972 وعمليه تصنيع البروتين سي والبروتين اس، او يوقفهم تماما. وقفنا التصنيع النهارده، قلت لك ان نقعد يجي 48 ساعه
على ما الاكشن بتاع الورفرين يبان لغايه اما 1972 وبروتين سي وبروتين اس يخلصوا من الدم. بس هو بقى التريك، انا عايز اضيف لك اضافه، اصل 1972 دي دول كواجيوليشن فاكتور صح؟ دول كواجيوليشن فاكتور صح؟ يعني بيعملوا جلط. ابهرك بقى، عارف البروتين سي والبروتين اس دول؟ البروتين سي والبروتين اس دول هم احد الميكانيزمات اللي الليفر فيها بتمنع الجلطة، يعني دول بيمنعوا الجلطة. ايه ده ليه؟ يعني بروتين سي وبروتين اس دول شغلتهم بيمنعوا الجلطة؟ اه، البروتين سي بمساعدة بروتين اس بيروح هما الاثنين كده، اكتيفيت البروتين سي بمساعدة بروتين اس هما الاثنين بيروحوا جايين موقفين الثرومبين وبيوقفوا عملية تكوين الجلطة. مش موضوعك دلوقتي، لكن دول بيمنعوا الجلطة ودول بيعملوا الجلطة. فانت لما توقف النهاردة اهو تصنيع 1972 وتصنيع بروتين سي وبروتين اس، انت بتستنى لما بيخلصوا من الدم صح؟ زي في مصيبه الكلام ده، هما بيخلصوا خلال ايه؟ 3 ايام 3 دايز صح؟ اثناء 3 دايز دول عايز ابهرك واقول لك ان الهاف لايف، الهاف لايف اوف ذا بروتين سي اند بروتين اس از شورتر ذان ذا هاف لايف of 1972. يعني ايه هاف لايف؟ ده التايم اللي انا محتاجه عشان اكسر الحاجه واقللها لنص كميتها، يعني التايم اللي محتاجه عشان اكسر الحاجه منها. لما اقول ان دي هاز او المجموعه دول هاز ا شورتر هاف لايف، كونهم هاز اهو they have short half life، ده معناته انهم هيتكسروا اسرع من دول، هيتكسروا اسرع من دول، يعني دول هيخلصوا من الدم قبل دول. فالعين كده معناته ان هيعدي عليه مرحلة او هيعدي عليه فترة كمية الحاجات اللي بتعمل الجلطة تفوق كمية الحاجات التي تمنع الجلطة، فيجيله ايه؟ جلطة. دي اسمها يا جماعة Transient Warfarin Hypercoagulability. دي اسمها ايه؟ Transient Warfarin Hypercoagulability. Transient Warfarin Induced Hypercoagulability معناه ان في مرحلة كده Transient في اول 72 ساعة بعد استخدامك للورفارين العيان بيبقى دمه Hypercoagulable. تمام؟ فعند بعض الناس يحصل بقى جلطات، يحصل جلطات في الأوعية الدموية اللي بتغذي السكين والأوعية الدموية اللي بتغذي التيشوز أو الديفرنت أورجانز، فيحصل سكين أند تيشو نيكروزز. أهو شوف، سكين أند تيشو نيكروزز due to initial hypercoagulability as protein C and protein S are destroyed faster than 1972 اللي هي coagulation factors. ما انت عرفت ان الهيبرين أمبريلا مش بس بتفيدك في انها بتغطي اول 48 ساعة على ما الورفرين يشتغل، لا، الهيبرين أمبريلا it also prevent the occurrence of the warfarin induced hypercoagulability وبتمنع حدوث السكين اند تيشو نيكروزس as a side effect of warfarin administration. يا عيني عليك يا تحو وانت بتبدع في الفارماكولوجي، تعالوا نعيد الميكانيزم مره تانية، ان انا عارف الحته دي اوقات بتلغوش كده. بص، دول سيادتك بيتكسروا اسرع من دول، وده بينهب التصنيع دول، بس دول بيتكسروا اسرع من دول، فلما دول يتكسروا اسرع من دول، دول هيخلصوا من الدم في اول 48 ساعه بعد استخدام الورفارين، هيخلصوا من الدم قبل دول، ففي مرحله هيبقوا دول اعلى من دول، فدول بيعملوا جلطه، دول بيمنعوا الجلطه. فالعام ممكن في اول 48 72 ساعه من استخدام الورفارين يجيله جلطه، مش جلطه، دي جلطات قد تؤدي الى سكين اند تيشو نيكروزس. وعشان كده it's extremely essential to cover the patient with heparin in the first 2-3 days of warfarin administration. تمام؟ العلاج، نعالج ازاي التوكسيسيتي بتاعت الورفارين؟ او عام مثلا غلط مثلا وبلبع ورفارين كتير، او مش ذنبه، مش ذنبه ليه؟ اصبر عليا افهمك. المهم يعني يا غلط عيان وبلبع اوفر دوز ورفارين، يا اما مش ذنبه، وافهمك مش ذنبه دي يعني ايه.
التوكسيسيتي اوف وورفرين قد تحدث بسبب وورفرين اوفر دوز، دي كلاسيكيه. مثلا واحد كبير في السن نسي انه خد الدواء، راح خد برشامه تاني، او بينتحر بالورفرين، بلبع الشريط كله واتس ايفر. يعني بتحصل برضو يا جماعه في الاطفال اللي بيضربوا سم الفيران. تسمعوا عن سم الفيران؟ سم فيران يا جماعه اللي هو بتحطه عشان تموت الفيران. في عيل بقى كيفه يضرب سم فيران، مش عارف مين العيل اللي كيفه هيضرب سم فيران، بس في عيل بيبقى نفسه حلوه اللي هو اي حاجه ممكن ياكلها، عدي على الارض كده لو لقى اي حاجه، لو لقى صرصار ميت على الارض ممكن يحطه على بقه عادي، مش مشكله. هو اي حاجه كده، هو راجل نفسه حلوه بياكل اي حاجه. شاف السم فيران انت حاطه في حته اكسبوز، الواد قال لك يا حبيبتي يا ماما شوف حطالي اكل فين، خلاص ضرب. الرودنتي سايدز او معظم سموم الفيران بتبقى بتحتوي على نوع من انواع الورفرين اسمه برودي فاكوم او برودي فاكيوم. ده ماده كيميائيه تشبه الورفرين جدا، حتى بيسموها على فكره بتوع الفارما، احنا كبتوع فارما بنسميها سوبر وورفرين، بتسمى كده، اسمها سوبر وورفرين. الاكسيدنتال انجستشن بتاع ده ممكن يعمل توكسيسيتي تشبه توكسيسيتي الورفرين. طب في بقى حاجه انت قلتها لنا دكتور تحني، ممكن يكون مش ذنب العيان، هو اخذ الجرعه الطبيعيه بس جاله تسمم بالورفرين. اقول لك ليه. حاجه اسمها بلازما بروتين بايندنج، حاجه اسمها بلازما بروتين بايندنج. ايه بلازما بروتين بايندنج؟ بص، ده بلازما بروتين، ده بلازما بروتين، ليتس سي انه الالبيومين مثلا. بلازما بروتينز من اهم ما يميزها ان ات كان بايند دراجز، يعني دواء زي الورفرين لما بتديه للعيان في جزء منه بيبقى سايب في الدم كده، ده بيسموه الفري فورم، وجزء منه بيبقى باوند على بايندنج سايتس على الالبيومين مثلا او على اي بلازما بروتين، يعني ده اسمه الباوند فورم. مين الاكتف فورم اوف ذا دراج؟ اتس ذا فري فورم نوت ذا باوند فورم. الباوند فورم ده بيأكت از ا ريزيرف، تمام؟ الباوند فورم ده بيأكت از ريزيرف فور ذا فري فورم. تركه بقى اللي بيحصل ان ساعات تو دراجز، دوايين، انا جبت دواء تاني مثلا، ليتس سي دواء اسمه سلفونامايد. سلفونامايد دي انتي بايوتكس. سلفونامايد ده بيكمبيت مع الورفرين على نفس البايندنج سايت بتاعته على سطح الالبيومين. عارف بيعمل ايه؟ يروح جاي رايح كده يقول الورفرين انطريا، ويروح جاي ماسك مكانه، يروح على الورفرين انطر يا، ويروح جاي ماسك مكانه. شفتوا بلغه، شفتوا الصياعه، شفتوني جامد قوي، انا صايع جدا على فكره. خلاص يروح على الورفرين، ركز انطر يا، خلاص جامده جدا. يروح جاي سايبه وماسك مكانه. دي اسمها ايه بقى يا جماعه؟ دي اسمها بلازما بروتين ديسبيسمنت. بلازما بروتين ديسبيسمنت. طب لما يحصل بلازما بروتين ديسبيسمنت ده يزود ايه؟ هيزود الفري فورم اوف وورفرين، والفري فورم از ذا اكتف فورم، فالعيان يخش في توكسيستي لمجرد انه اخذ دواء تاني جنب الورفرين. فسم دراجز اكزامبل سلفونامايد انتي بايوتكس ات كان ديسبليس وورفرين فروم ذا بلازما بروتين بايندينج بريسيبيتيتنج توكسيستي. كل دي حالات تؤدي الى وورفرين توكسيستي، سم فران، سم اذر دراجز، او حد بلبع الورفرين. دكتورة إسراء بتقول لي بيجي لنا في الاستقبال بنات كبيرة كمان، مش عال، لا ده بنات كبيرة دي اللي هي بيبقى خطبها سابها خلاص، فطبعا ليه الخصام بعد الغرام، والله حرام تبعد كده تروح جاي علشان تموت يعني. دكتورة إسراء بقى ما علينا خلاص، فدي مش مشكلة يعني. طيب ف anyway يعني، فالورفرين توكسيستي بنعالجها ازاي؟ لازم وقتي تريبليس الديفيشنت كواجوليشن فاكتورز اند ذا ديفيشنت بروتين سي وبروتين اس، بانك وقت تعلق للعام فريش فروزن بلازما. لازم تعلق للعام فريش فروزن بلازما في قوه اللحظه، لحظه لازم تكون معلقه فريش فروزن بلازما عشان تريبليس كواجوليشن فاكتورز تشار ديفيشنت وتريبليس البروتين سي وبروتين اس روما ديفيشنت. بعدين بقى نبدا بقى نتكتك للورفرين اللي بيرمح في الجسم ده. هو الورفرين كان بيشتغل ازاي؟ كان بيكمبيت مع فيتامين كي. اذا لو عايز تزيحه جيب له فيتامين كي. ما هو طالما احنا الاثنين بنكمبيت على كرسي واحد، انت بتكمبيت معايا، الحل ان انا اجيب لك صحابي واجي،
لما اجيب لك صحابي واجي هزقك وهمسك انا وهقعد انا على الكرسي. فالحل انك تدي فيتامين كي. فيتامين كي is the antidote for warfarin. بس قبل اعطاء الفيتامين كي لازم تعلق فريش فروزن بلازما الاول قبل ما العيان يخش منك في بليدنج ونزيف ويموت يروح فيها. تمام؟ طيب الورفرين يا جماعه ليه لونج ديوريشن اوف اكشن وبيتاخد اورالي. بيشتغل مين اللي بقى على الاكسترنسك كواجوليشن باث واي. لما جم يبصوا عليه لقوا ان هو بيشتغل مين اللي على الاكسترنسك. خد بالك ليه برضو سام اكشن على الانترنسك لكن بيشتغل اكتر على الاكسترنسك. والاكسترنسك كواجوليشن باث واي ممكن نتابعه بحاجه اسمها البرو ثرومبين. حاجه اسمها البرو ثرومبين تايم او بنقول عنه البي تي برو ثرومبين تايم. في حاجه تانية كده غير البرو ثرومبين تايم اسمها اي ان ار او انترناشونال نورمالايزنج ريشيو. المفروض البي تي او الاي ان ار يعلو في العيانين اللي الاكسترنسك باث واي بتاعهم مش شغال كويس. يعني المفروض لما تدي عيانك وورفرين الاي ان ار او البي تي يعلو. فعشان تتابع افكت الورفرين بتاعك بتتابع العيان ببي تي او اي ان ار اللي هي انترناشونال نورمالايزنج ريشيو. اسمها كده انترناشونال نورمالايزنج ريشيو. بي تي اسمها برو ثرومبين تايم. يبقى الورفرين بيكمبيت مع فيتامين كي فور ذا ايبوكسايد ريدكتيز انزيم ديكريزينج ذا سينثيسيس اوف فاكتور 2 7 9 10 and protein C and S. It's used as a chronic anticoagulant. العيان بيمشي عليه بس في اول 3 ايام لازم يمشي على هيبرين بنسميها هيبرين امبريلا لغايه ما الورفرين يشتغل. وعشان نمنع الورفرين induced هايبر او الورفرين induced transient hypercoagulability اللي ممكن تؤدي الى skin and tissue necrosis بسبب ان البروتين سي والبروتين اس بيخلصوا من السيركيوليشن قبل 1972. فالعيان بيمر بمرحله ترانزيانت 1972 يبقى ليهم الغلبه فممكن يحصل له جلطه. فعلشان تتفادى حدوث هذا لازم يبقى العيان في الفتره دي ماشي على هيبرين ودي بتتسمى هيبرين امبريل. اتس تيراتوجينيك فاعطائه في الحمل از جريمه. ست الحامل تاخد هيبرين ما تاخدش وورفرين. التوكسيسيتي بتاعته بتحصل بسبب الرودنتيسايد او بسبب اوفر دوز او بسبب استخدام بعض الادويه اللي بتديسبليس الورفرين من على البلازما بروتين بايندينج سايت زي السلفوناميد انتيبيوتكس. بنعالج التوكسيستي بفريش فروزن بلازما. والفريش فروزن بلازما احسن من حاجه اسمها كرايو بريسيبيتيت. سيبك من الكرايو بريسيبيتيت دي دلوقتي نتكلم عنها بعدين في الباثولوجي. وبندي فيتامين كي لان الفيتامين كي هيكمبيت مع وورفرين اللي متاخد باوفر دوز فالعيان يتحسن. هذا لونج ديوريشن اوف اكشن. العيان بيتابع ب بي تي واي ان ار لان الورفرين مينلي بيشتغل على الاكسترنسك. الورفرين اكسترنسك الهيبرين انترنسك. افتكرها كده وور 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 وورفرين وور حرب. الحرب دايما بره مفيش حروب جوه. خلاص الحرب دايما بتبقى بره فاكسترنسك ما اكسترنسك. وحشه وحشه. لا مش حلو القلشه دي وحشه بس يلا يمكن تبقى حلوة بالنسبة لك فتحفظها. معلش بس دي قلشة وحشة. طيب فاصل ولنا عودة. الساعة دلوقتي 10:30. سنعود في تمام الساعة 10:15. break for 15 minutes. محدش يقفل الابليكيشن او يخرج. قوم بس انت كده اعمل لك كوباية شاي طص وسك بشوية مية وتعالى كده تعالى لي فايق. اللي عنده أسئلة وعايز يسألها يسألني ويرجع بدري 3 دقايق من البريك. يعني ارجع بدري 3 دقايق علشان أجاوب سؤال. لو عندك أي سؤال ابقوا ولا تذهبوا بعيد.
يلا يا جماعة. أنا already خلاص رديت على معظم الأسئلة بالكتابة. في حد طالب مني إن أجيب صفحة الهيبرين alternatives عشان عايز ينقل منها حاجة. يس يا أحمد يا حمد. تفضلي يا دكتورة نورهان. دكتورة نورهان اتفضلي صفحة الهيبرين alternatives. أنا ما عنديش مشكلة خالص. طيب احنا دلوقتي يا جماعه التارجت بتاعنا ان احنا هنخلص بقى الثرومبوليتيك لاهم الثرومبوليتكس. والانتي بليتلت دراجز ما ينفعش والله يا دكتور احمد لانها هتشتت حضرتك جدا، لانها هتفضل تطلع لك كده كرسائل، لان في ناس ما بتمسكش نفسها وبتقعد تكتب في اي وقت، فهتبقى مشتتك اكتر ما هتخليك تركز. بعدين اهم حاجه تعرف اللي انا بقوله يا شاهين مش اللي اي حد تاني بيقول، تمام؟ وانا لو في سؤال مهم برد عليه وبقول السؤال عباره عن ايه، انت فاهمني؟ فاهم بس يعني. طيب هاي مرة تانية نبتدي في الكلام عن الثرومبوليتكس. لا تقل أهمية عن الهيبرين ولا الورفرين. للأسف الشديد الانتيكواجولانس والثرومبوليتكس ما يبلوش الاسم على اتنين كاتيجوريات ايه كلهم، يعني اي واحد فيهم ممكن تتظرف في سؤال، تمام؟ طيب الثرومبوليتكس دول ايه؟ دول الهدف منهم ان انت او بالهدف من استخدامهم انك تدوب الجلطه بعد ما تكونها. لكن الانتي كواجولانتس الهدف من استخدامهم انك تمنع تكون الجلطه. لكن هنا بقى في جلطه اتكونت، المصيبه حصلت خلاص، وانت عايز تستخدم حاجه تدوب الجلطه بعد ما اتكونت علشان تسلك الوعاء الدموي بعد ما تسد. يعني ادي بلاد فيسل اتسد بجلطه، ايه انت بقى عايز تعمل كده اهو، تدوبها علشان تريستور البلاد فلو مره ثانيه للاورجن، فتلحق الاورجن قبل ما يموت او تلحق الحته اللي كانت هتموت في الاورجن. اشهر مجموعه ثرومبوليتكس بتستخدم عموما حاليا في الكلينيكال براكتس ار ذا بليز جروب. هاويفر في حاجة قديمة وعتيقة تدعى ستريبتوكاينيز، بس بطل استخدامها اكلينيكيا في الوقت الحالي. كله دلوقتي بيستخدم البليز، ودي تشمل التي بليز، ريتي بليز، تينكتي بليز، كلهم فيهم كلمة بليز. خلاص بس عارفة هي بليز بس ناقصة ايه يعني، بليز اقول لك ايه، دوب لي الجلطة بليز. خلاص دوب لي الجلطة بليز، افتكر بليز بليز يعني التي بليز، ريتي بليز، تنكتي بليز، اي حاجة فيها بليز. الالتي بليز هو اول واحد طلع في المجموعة بتاعت البليز دي، اللي هو التي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ده اصلا بيطلع في جسمك من الليفر على فكرة، اسمه تي بي اي. التي بي اي ده عفوا هو مش بيطلع من الليفر، انا بيطلع في جسمك من الانجرد تيشو. يعني اي تيشو كده اهو التيشو ده يحصل له انجري، من ضمن الحاجات اللي بتطلع من التيشو حاجه اسمها التي بي اي، تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. او التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ده بيشتغل بقى على بروتين يدعى بلازمينوجين،
بيطلع من الليفر، اشتغل عليه التي بي اي بينشطه الى اكتف بلازمين. ذلك الاكتف بلازمين بيروح مكسر الفايبرين، بيكسر الفايبرين مش ورك بعد ما اتكونت، بيكسر الفايبرين مش ورك بعد ما اتكونت. راحوا ماسكين التي بي اي ده وعزلوه وعبوه في السرنجات وبيدوها للناس حقن تي بي اي. في نوع بقى اسمه ريكومبيننت بلازمينوجين اكتيفيتور او ار بي اي، ده تي بي اي بس مصنعينه في المعمل. تي بي اي بس مصنعينه في المعمل، عرفنا نصنعه كيميائيا في المعمل بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، فاسمه ريكومبيننت بلازمينوجين اكتيفيتور، ده الريتي بليز. فالريتي بليز از ريكومبيننت بلازمينوجين اكتيفيتور. كلهم بينشطوا البلازمينوجين، واضح من اسمهم ان هم بينشطوا البلازمينوجين الى اكتيف بلازمين، والبلازمين ده بيكسر الفايبرين، كسر الفايبرين ويكون فايبرين ديجراديشن برودكتس اللي هي بواقي فايبرين، فايبرين ديجراديشن برودكتس. فكاني بدوب الجلطه بعد تكوينها. ايه ده دكتور انت مش هتكلمنا على الستريبتوكاينيز؟ طيب ولا هجيب سيرته، هو يا دوب كفايه عليك تعرفه اسما، ما عادش مستخدم خالص والله العظيم. اصل الستريبتوكاينيز ده بيطلع اصلا من الستريبتوكوكاي، دي بكتيريا طلع الستريبتوكاينيز دي وبتدوب الفايبرين، فبداوا يستخدموه عشان يدوبوا الفايبرين بتاع الجلطه، بس للاسف بيعمل حساسيه وبيعمل بلاوي سودا ومنيله حساسيه رهيبه، يعني عيانين كتير جدا كانوا ياخدوا الستريبتوكاينيز يجيلهم حساسيه، فبالتالي اكستريملي اليرجيك وبيعمل حساسيه وبلاوي سودا، فبطل استخدامه من بعد ما طلع التي بي اي والار بي اي والحاجات دي يعني. فبالتالي ما عادش ليه وجود او ما عادش ليه ظهور على الساحه خالص. عشان كده احنا دايما كلامنا على التي بي اي واخواته، تمام؟ فالتي بي اي واخواته بينشطوا البلازمينوجين الى اكتيف بلازمين فيكسروا الفايبرين ويدوبوا الجلطه. اذا بستخدمهم في العيانين اللي جات لهم جلطه، ولكن بشرط انك تديه as early as possible، as early as possible. يعني على سبيل المثال للحصر، في مرضى جلطة القلب myocardial infarction معاك 6-8 ساعات، بعدهم التي بي اي ما بينفعش، ما عادش ليه لازمة، فلوس على الارض. في مرضى الستروك اللي هم مرضى جلطة المخ، قدامك من 2-4 ساعات بالكتير. ولو ان على فكره انا مبحبحها قوي، وكتاب الفارما بصراحه مبحبحها قوي اكلينيكيا، بتوع النيورو نص ساعه لساعه، لك نص ساعه لساعه لو ما لحقتش المخ انسى، ما عادش ليه لازمه انك تدي تي بي اي ولا غيره. طيب معلش ليه لازم اديه بدري؟ ليه لازم اديه ايرلي؟ قال لك لسببين. بص احنا عندنا دي اورجن اهو، تمام، ونفترض دي حته من اورجن اهي جاي لها البلاد فيسل ده، والبلاد فيسل ده اتسد بجلطه، الحته دي لو اتسابت هتموت، انت لازم تلحقها بانك تدوب الجلطه قبل ما الحته تموت، لان الحته لو ماتت وشبعت موت ملهاش لازمه انك تدوب الجلطه وتري بيرفيوز. عارف ليه؟ لان الضرب في الميت حرام. ميت خلاص، هتضرب فيه وتفوقه، مات خلاص، مات وشبع موت. فإت ديبندز بقى، يعني عندك انت مثلا المخ ما بيقدرش يستحمل الهايبوكسيا اكتر من نص ساعه ساعه، فلو بلاد فيسل مسدود بقاله 2-3 ساعات 4 ساعات ما خلاص ملهاش لازمه خالص ان انت تستخدم تي بي ولا تدوب الجلطه، الحته دي المخ ماتت خلاص. القلب بعكس المخ بيستحمل فتره اطول شويه، او الخلايا بتستحمل فتره اطول شويه تصل الى 6 ساعات كما يقول السيد الرئيس الراحل انور السادات. فانت معاك 6 ساعات ممكن تلحق العيان فيهم بتي بي ايه وتري بيرفيوز. العامل الثاني يا جماعه، الجلطه لما بتتكون، انا لسه بحكي من شويه انها بتتكون من حاجه اسمها فايبرين ايه؟ مش ورك، صح؟ بتتكون من فايبرين مش ورك او فايبرين نتورك. مش كان الفايبرين نتورك بعد ما بتتكون بيحصل لها بعد فتره زمنيه كده ستابلايزيشن. عارف يعني ايه ستابلايزيشن؟ مسكت في بعضها جامد، والبوندنج اللي بين الفايبرين بروتين مش ورك نفسها بقت قويه، صعب انك تدوبها. فده بنسميها ستابلايزيشن اوف ذا فايبرين مش ورك او ستابلايزيشن اوف ذا فايبرين نتورك. لو انت في اللحظه دي اديت تي بي مش عارف يدوبها،
مش عارف يدوب الفايبرين، مش هيقدر. انت فاهمني؟ على فكره الاستابلايزيشن بتاع الفايبرين نتورك ده از هيلبد باي فاكتور 13، كواجوليشن فاكتور تاني كده اسمه فاكتور 13، مش مشكله يعني، بياكت از كروس بريدجنج ما بين الميش وورك بتاع الفايبرين وبعضيها، مش موضوعك يعني. مهم ان انت مهم جدا تبقى عارف ان الفايبرينوليتكس او الثرومبوليتكس are essentially given early or not given at all. early ده اللي هو في الام اي من 6 ل 8 ساعات، في الستروك ساعتين ل 4 ساعات ومبحبحينها جامد قوي، تلاقي في كلينيشنز بيقول لك لا نص ساعه ساعه. تمام، معلش، اذا is it applicable to use the thrombolytics in Egypt؟ تمام، is it applicable to use the thrombolytics in Egypt؟ No. No. مش بس عشان خاطر غاليين ومش متوفرين طبعا لان تمنهم غالي، فبنبعت العيان يجيبها من بره، واما يرفع عليك قضيه او يشتكيك علشان بعته يجيب حاجه من بره وانت في مستشفى حكومي، يا اما معوش فلوس اصلا يجيبها. ده كمان علشان يعني لا مؤاخذه اسف في الكلمه، ساعتين لاربع ساعات ده اساسا على ما يكلم بتوع الاسعاف، يا جماعه الحقونا في واحد بيموت. انتوا فين بالظبط يعني؟ ده جنب البوستة، نخش يمين؟ يمين ولا شمال؟ اصل مفيش يمين هناك. طب انا اخش شمال فين؟ ده عند بيتزا هات كده خلاص. عارف انت ايه، خلق عرفات تعبان في مستشفى ام المصريين، مين معايا؟ خلاص، على ما على ما على ما نمشي الحوار ده رايح جاي، والاسعاف يجي وبعدين ياخد الدائري والمحور، الدائري والمحور واقفين، العيال اصلا بيوصل بيكون الحانوتي هناك والمحامي عشان يفتح الوصيه، ده عاده يعني. خلاص، فبنبقى مجهزين كل حاجه علشان خاطر الوضع. فبالتالي يا جماعه الاستخدامهم اصلا is not applicable قوي in Egypt، الا بقى يعني في المستشفيات الكبيره قوي يعني، ممكن يبقى عندهم ريزيرف مثلا اذا ربما حاله يجي لها جلطه وهي جوه المستشفى، او حاله كل ليفنج نير تو ا هوسبيتال فتتلحق بدري، فما كده. عشان كده في مصر انا رايي تارجت حاجه جنب مستشفى كبيره. والله تبقى جنبك كده على طول المستشفى، في حاجه ما تخش على في الاخر تجي لك الجلطه وانت في الشغل عادي يعني. ما علينا. فبالتالي ايرلي ام اي من 6 ل 8 ساعات، ايرلي في الستروك من ساعتين ل 4 ساعات او من نص ساعه لساعه. هاويفر ما ينفعش ندي ثرومبوليتكس في كل العينين، هناك بعض الكونترا انديكيشنز مين سي ايز، سي ايز يعني كونترا انديكيشنز. تمام، المين كونترا انديكيشنز اوف ثرومبوليتكس انكلود، لو العيان اصلا عنده نزيف، اصلا عنده اكتيف بليدنج، ما ينفعش ادي ثرومبوليتك في عيان اصلا عنده اكتيف بليدنج، يعني عيان مثلا عامل حادثه مثلا وجات له جلطه اون توب اوف هيز ستاي بسبب الحادثه وهو اصلا كان عنده اكتيف بليدنج او اكتيف امرج، ما ينفعش ادي له ثرومبوليتك، والا ممكن ازود النزيف فيموت من النزيف ابقى انا اللي قتلته، لا يموت من الجلطه دي حاجه بتاعت ربنا، او هستابلايز قدر المستطاع، لكن ما ينفعش اديله حاجه هي اللي تاكتيفيت البليدنج اللي كان عنده وانا اللي موته بقى انا اللي متهم. خلاص، علشان كده ما بيدوش تي بي اف واحد لسه عامل عمليه مثلا من اسبوع او عامل عمليه من اسبوعين، ليه؟ لسه الجرح بتاع العمليه ملمش والدنيا جوه لسه بتنز دم، فممكن انا ادي الثرومبوليتك من هنا العيان يفتح نزيف داخلي من هنا ويموت مني. فما ينفعش اديه لاي عيان عنده اني كايند اوف اكتيف بليدنج، ما ينفعش ادي تخيل ثرومبوليتك في عيان عنده سيفير هايبرتنشن ضغطه معدي ال 160، لان اللي ضغطه معدي ال 160 ده في اي لحظه ممكن يطرشق هيموريدج، في اي لحظه ممكن يطرشق هيموريدج. تيجي تقول ندي له ثرومبوليتك تقول لا، نوطي ضغطه الاول، بعد ما ضغطه يوطى ابقى ادي له ثرومبوليتك، لكن ما ينفعش ادي له ثرومبوليتك وهو ضغطه كده. تمام، لو العيان عنده هيستوري اوف نزيف في المخ او history of recent surgery، زي ما قلنا ده برضو يندرج تحت بند الايه، البليدنج. تمام، history of نزيف في المخ او history of surgery within قد ايه يعني في اخر شهر لثلاث شهور. برافو عليك يا نور الدين، والله انت شكلك يا ابني ماشي كلينيكال شويه. شهر لثلاث شهور، بتختلف الاقاويل عليها في الكتب، في كتب بتبحبحها لست شهور بس دي كتب متشدده، بس معظم الكتب بتقول في خلال اخر شهر لثلاث اشهر كده، لو كان جاي له نزيف في المخ او لسه عامل عمليه من قريب، لا ما ينفعش ده نديله ثرومبوليتك خالص.
الا بقى على مسؤوليه العيان يمضي بقى انه عارف ان هو عامل كذا وكذا وكذا. خلاص كده يعني. لو حصل توكسيسيتي من ثرومبوليتيك ايه العلاج؟ والله هو ثرومبوليتيك بيدوب الجلطه فيعمل نزيف، فالحل انقل بلازما او تنقل حاجه اسمها كرايو بريسيبيتيت. ايه الكرايو بريسيبيتيت ده؟ اكتب مستخلص من البلازما. الكرايو بريسيبيتيت ده عباره عن مستخلص من البلازما غني بالكواجيوليشن فاكتورز. عارف غني بفيتامين كي وفيتامين سي، ده غني بالايه؟ بالكواجيوليشن فاكتور، اسمه كرايو بريسيبيتيت. فندي فريش فروزن بلازما او كرايو بريسيبيتيت عشان انتاجونايز البليدنج اللي بيحصل، وبندي الانتيدوت. اسم الانتيدوت بتاع الثرومبوليتيك يتحفظ صم برضه، اسمه امينو كابرويك اسيد. الامينو كابرويك اسيد بيمنع عمليه الاكتيفيشن اوف ذا بلازمين باي ذا تي بي اي، بيمنع عمليه الاكتيفيشن اوف ذا بلازمين باي ذا تي بي اي، فبيانتاجونايز الثرومبوليتيك ميكانيزم بتاع الثرومبوليتكس. اسمه امينو كابرويك اسيد اي سي اي، تحفظ صم. اذا احنا خدنا النهارده ثلاثه انتيدوتس في الحصه، بروتامين صلفيت بتاع هيبارين، فيتامين كي بتاع ورفارين، وامينو كابرويك اسيد بتاع الثرومبوليتكس. اهو كاتب لك انا في نوتابين ان الثرومبوليتكس should be administered early before fibrin stabilization. It's affected early before the fibrin, قصدي sorry, should be administered early before the fibrin stabilization. يا جماعه ما حدش يسال الا في الوقت المحدد للاسئله بعد اذنكم. تمام؟ طيب ذاتس ات بالنسبه للثرومبوليتكس. اذا تلخيصا للكلام في الثرومبوليتكس، دي تشمل البليز بيشتغلوا على البلازمين، البليز بيشتغلوا على البلازمين اللي هو بلازمينوجين، بينشطوا لي بلازمين فيدوبوا الفايبرين as long as ان الفايبرين ده is unstabilized. ممكن نديهم في عيان عنده جلطه ام اي او جلطه ستروك في المخ، بشرط انه يتاخد ايرلي في خلال 6 ساعات في جلطات القلب وفي خلال ساعتين في جلطات المخ. ما ينفعش في عيان عنده اكتف بليدنج او ضغطه عالي. علاج التوكسيستي تنقل بلازما او مستخلص من البلازما اللي هو الكرايو بريسيبيتيت، وبتدي الانتيدوت اللي اسمه امينو كابرويك. دراج زياده، استحملوني معلش. طب معلش يا دكتور، هو انا طب هنقل انا الكلام ده كله ازاي؟ لا وتنقله ليه يا حبيبي؟ اهو سيلكت اول كوبي. عينيا ليك اهي، نزلت عندك في الشات اهي، خدها كوبي يا بيه، خدها كوبي واركنها عندك في اي حته، اي خدمه. ده دراج زياده يا جماعه اسمه ديزموبريسن او فازوبريسن. ذلك الديزموبريسين او الفازوبريسين اللي هو ديزموبريسن او دي دي اي في بي، الدي دي اي في بي ده هو الفازوبريسن. بنستخدمه يا اخوانا في علاج حاجه اسمها فونفاليبراند ديزيز. صلوا على رسول الله، يقول لك عليه الصلاه والسلام يا دكتور. دي ليفر صح؟ وده بلاد فيسل صح؟ في فاكتور يا جماعه اسمه فون فاليبراند فاكتور، انا واثق ان كلكم سمعتوا الاسم ده قبل كده. طيب معلش، الفون فاليبراند فاكتور ده بيتصنع منين؟ فكرني كده ليفر، فكرني كده يا دكتور تاح. والله بيتصنع من الليفر، وكذلك بيخزن في الاندوثيليال سيلز، يعني برضو الاندوثيليال سيلز دي بتصنعه برضه، صنع فون فاليبراند. حتى كان بيتخزن في الاندوثيليال سيلز في اكياس، كان بيتخزن في الاندوثيليال سيلز في اكياس اسمها ويبل بلد بادز، اسمها كده والله، اسمها كده ويبل بلد بادز، ويبل بلد بادز. في ناس بيبقوا مولودين بنقص في الفون فاليبراند فاكتور، هيريديتري ديفكت في عمليه تصنيع الفون فاليبراند فاكتور باي ذا ليفر، وعمليه تصنيع الفون فاليبراند فاكتور باي ذا endothelial cells، فده بيؤدي الى نقص ولكن ليس غياب تام
في الفومفالي براند فاكتور، هو ناقص في الفومفالي براند بس مش غياب تام يعني. الفومفالي براند فاكتور عنده ناقص. وظيفه الفومفالي براند فاكتور ايه؟ قال لك ليه وظيفتين. بيساعد على عمليه تكوين البليتلت بلاج ازاي بعدين، وبيشيل فاكتور 8 على كتفه. It bind to factor 8، بيمسك في فاكتور 8 ويشيله على كتفه كده، ويجي عند المنطقة اللي فيها active coagulation mechanism يروح يسيبه، ففاكتور 8 يشتغل كactive factor 8. إذن هو شيال لفاكتور 8 وفي نفس الوقت بيساعد على عملية تكوين platelet blood. يعني إذن الفومفالبراند فاكتور هم العملية تكوين الجلطة. لما ينقص الفومفالبراند فاكتور دي بيتسمى مرض يدعى فومفالبراند ديزيز. مرضى الفومفالبراند ديزيز هيبقوا زي مرضى الهيموفيليا، بينزفوا بسهوله لما البلاد فيسل بتاعهم يتجرح او تحصل عندهم اي مناسبه تؤدي الى حدوث نزيف، زي مناخيرهم مثلا جاب الدم. في ناس مناخيرها بتجيب دم في الشتاء، او مثلا الست كل شهر بينزل عليها دم دوره، او اتعورت والتعويره بتنزف دم، تبص تلاقي فتره النزيف بتطول قوي مع العيان ده، فالعيان بيبقى شكوته bleeding tendency. دي شكوه العيان، ان لما يجي مناسبه هنزف فيها انا بنزف كتير قوي عن زمايلي او عن الطبيعي. الست برضو ممكن تجي لك تشتكي ان دورتها تقيله جدا، يعني الدوره بتنزل عليها 7 ايام وحنفيه الدم يا دكتور مش عاديه يعني. احتاروا طبعا في ازاي يعالجوا الفومفالبراند ديزيز. افضل علاج للفومفالبراند ديزيز في الوقت الحالي هو اعطاء حاجه اسمها ديزمو بريسن. الديزمو بريسن ده يا جماعة هو الفازو بريسن، والفازو بريسن ده يا جماعة هو الانتي دايوريتيك هرمون. اذا الفازو بريسن الانتي دايوريتيك هرمون، حد فاكر دولك انا بيطلعوا منين؟ كانوا بيطلعوا من البوستيريور بيتيوتري جلاند. هما وجدوا او احنا كبتوع فارما وجدنا في حد يا جماعه كاميرته مفتوحه؟ دكتور احمد نصار ماشي مفيش مشكله، منور يا نصار. طيب كله يركز يا جماعه بس ان كاميرته ما تفتحش، عشان اوقات بنشوف بلاوي يعني، اوقات بنشوف بلاوي والله. طيب فده بيطلع من البوستيريور بيتيوتري اصلا، بيعمل ايه؟ مالناش دعوه، هو انتي دايوريتيك هرمون، كونه انتي دايوريتيك فبيعمل ووتر ريتينشن بيعكس الدايوريسيس، وكونه فازو بريسن فبيعمل فازو كونستريكشن بيبرس على البلاد فيسل، فهو بيعلي الضغط الهرمون ده اصلا. لكن احنا كبتوع فارما اكتشفنا ان الفازو بريسن بيعمل على زياده الريليز اوف فومفالبراند فاكتور من الويب البلد بادز في الاندوثيليال سيلز، بيعمل على زياده الريليز اوف ذا فومفالبراند فاكتور من الويب البلد بادز اوف ذا اندوثيليال سيلز. فبالتالي قلنا اذا يمكن اعطاء الديزموبريسين كعلاج لمرضى الفومفالبراند ديزيز، صح؟ ممكن، لان ده هيزود الريليز بتاع الفومفالبراند فاكتور من الويب البلد بادز في الاندوثيليال سيلز، فيحسن الحاله شويه، يقلل البليدنج تندنسي شويه. اهو ده اللي انا كاتبه لك تحت هنا، ان الديزموبريسين اللي هو اسمه دي دي اي في بي، ده اسم الحقنه دي دي اي في بي، ديزموبريسين ارجينين فازوبريسين، ديزموبريسين ارجينين فازوبريسين، لانه الفازوبريسين اصلا بتصنع من الارجينين. مش مشكله على فكره، في منه نزل دروبس نقط انف، والله ينفع تاخد نقط انف دلوقتي يعني. مش شرط تعلقه ولا تديه بارنترال ولا بتاع، في منه دلوقتي بتاخد نقط انف الديزموبريس. انا كاتب لك اتس يوزد ان ذا تريتمنت اوف فومفالبراند ديزيز وهيموفيليا ايه، علشان في نقص في الفومفالبراند فاكتور او في فاكتور 8 اللي بيشيلوا الفومفالبراند فاكتور على كتفه، وده ممكن يعمل بليدنج تندنسي عند بعض الناس. ليه؟ اصله بيزود الريليز اوف ذا فومفالبراند فاكتور من الويب البلد بادز ان ذا اندوثيليال سيلز. عيبه ايه؟ عيبه انه ممكن يعمل هايبرتنشن، يعلي الضغط. اللي ماشي على ديزموبريس ممكن ضغطه يعلى شويه. ليه؟ لان الديزموبريس بيعمل ووتر ريتينشن اي دي اتش افكت وفازو كونستريكشن، بيكونستريكت البلاد فيسلز، فده ممكن يعلي الضغط سنه يعني. هاويفر قشطه، احنا ممكن نكنترول الضغط بحاجه ثانيه يعني. لكن مفيد لمرضى الفومفالبراند ديزيز الديزموبريسن يا اخوان، تمام؟
ده مرض تاني في الدم، بليدنج، وليه علاقة بالكواجوليشن وكده. فقلت اتكلم عن الديزموبريسين هنا قبل ما ندخل على الانتي بليتلت دراجز. اخر حاجة في حصة النهاردة هي الانتي بليتلت دراجز. اسمحوا لي يعني ان انا اقعد معاكم تلت ساعة كمان، بس علشان خاطر انا عارف ان بتبقى الحصة الاولانية متاكل منها ربعاية او تلتاية، بعض اقول فيها الانستراكشنز اللي في الاول وبتاع، فبيتاكل منها سن. بس اسمحوا لي يعني ان انا اقعد معاكم شوية تلت ساعة كمان نخلص فيها الانتي بليتلت دراجز لو تقدروا يعني استسمحكم. طيب الانتي بليتلت دراجز بادئها انا بالدياجرام ابو دم خفيف ده، والدياجرام ده انا جايبه من اليو وورلد على فكره. الانتي بليتلت دراجز هي الدواء اللي بتشتغل او مجموعه الادويه التي تعمل على البليتلت بلاج فورميشن، صح؟ بتشتغل على عمليه تكوين البليتلت بلاجز، بتوقف عمليه البليتلت بلاج فورميشن. يعني الانتي بليتلت دراجز بتستخدم عشان تمنع الجلطه ولا تدوب الجلطه ولا تعمل جلطه؟ لا، تمنع الجلطه. تستخدم for prevention of blood coagulation. طبعا كلنا بنشوف الناس الكبار في السن يبقوا ماشيين على اسبوسيد كلهم، اللي هو اسبرين لو دوز، اسبرين لو دوز. نتكلم دلوقتي اهو عن الانتي بليتلت دراجز والاسبرين واخواته. طيب عمليه تكوين البليتلت بلاك بسرعه او باختصار ايه؟ والله ادي الاندوثيليال سيلز، لما بيحصل اندوثيليال سيل انجري في البلاد فيسل ويبدا يحصل نزيف، ده بي اكسبوز الصب اندوثيليال كولاجين، الصب اندوثيليال كونكتيف تيشو انكلودينج ذا صب اندوثيليال كولاجين. طيب فبيجي سيادتك بقى الفون فاليبراند فاكتور، الفون فاليبراند فاكتور، الفون فاليبراند فاكتور ده اللي بيطلع بقى من الليفر ومن الاندوثيليال سيلز زي ما كلنا عارفين، يا اكت از ا كوبري بانه يمسك في الصب اندوثيليال كولاجين اللي هو اللي معمول هنا باللون البيربل ده، او ده الفون فاليبراند فاكتور اهو ماسك في الصب اندوثيليا كولاجين من ناحيه، ويجي ماسك في الناحيه الثانيه في جلايكوبروتين موجود على سطح البليتلت اسمه جلايكوبروتين 1b، او ده اسمه جلايكوبروتين 1b، يمسك في جلايكوبروتين 1b. اول ما البليتلت تبقى ماشيه في الدم تركن على جنب، تمسك بالجلايكوبروتين 1b بتاعها في الفون فاليبراند فاكتور، تتنشط تجيت اكتيفيتد. وانس ما تجيت اكتيفيتد الكياس اللي فيها تفرقع وتطلع اي دي بي وكالسيوم وثرومبوكسان اي 2. ماليش دعوه بالكالسيوم دلوقتي لان الكالسيوم هو اللي بينشط بقى الايه الكواجوليشن فاكتورز، ودول خلصنا منهم هرسناهم. لكن انا بتكلم دلوقتي في الاي دي بي والثرومبوكسان اي 2. ثرومبوكسان اي 2 ده بيتصنع بانزيم جوه البليتلت اسمه كوكس سايكلو اوكسجينيز انزيم، كوكس تايب 1. فاحنا هناخد ان الكوكس ليه نوعين، كوكس 1 وكوكس 2. كوكس 1 هو اللي موجود في البليتلت وهو اللي بيصنع الثرومبوكسان اي 2. الاي دي بي والثرومبوكسان اي 2 بيجوا منشطين البليتلتس. اي دي بي بالذات ده بينشط البليتلت. ينشطوا البليتلتس ازاي؟ بميكانيزم او باخر هم بيزودوا ده على سطح البليتلتس. They act on increasing this on the surface of the platelets. ايه ده؟ ده اسمه جلايكوبروتين 2B3A. اسمه ايه؟ جلايكوبروتين 2B3A. الاي دي بي بالذات هو اللي بيزود الجلايكوبروتين 2B3A على سطح البليتلتس عن طريق انه بيمسك على حاجه اسمها ADP ريسبتور. ADP ريسبتور اللي بيمسك في ADP ريسبتور فيزود الجلايكوبروتين 2B3A على سطح البليتلت. قوم تيجي البليتلتايه دي والبليتلتايه دي بالجلايكوبروتين 2B3A اللي على سطحهم يمسكوا في بعض، ودي تمسك في واحده تاني، ودي تمسك في واحده تاني، ودي تمسك في واحده تاني، فيحصل بقى ما يسمى ببليتلت اجريجيشن. بليتلت اجريجيشن هو اللي بيعمل كالكؤة البليتلت اللي اسمها بليتلت بلاج، او بنسميه بليتلت بلاج فورميشن. اذا اندوثيليال انجري، فون فاليبراند فاكتور، جلايكوبروتين 1b، اتنشطت البليتلت، طلعت اي دي بي وثرومبوكسان اي 2، الاي دي بي بالذات يروح ماسك على اي دي بي ريسبتور، مطلع جلايكوبروتين 2b3a على سطح البليتلت، فالجلايكوبروتين 2b3a يمسك في الجلايكوبروتين 2B3A بتاع بليتلت تانية ثم تالتة ثم رابعة، فيحصل اجريجيشن وبليتلت بلاك فورميشن. انا بقى عايز اوقف هذا الميكانيزم، فانا كبتاع فارما اديني الفسيولوجي وانا العب لك فيها. تعالوا نلعب في الفسيولوجي. نبدأ في الاول بأول مجموعة
ADP receptor blockers. عفوا سوري كاتيجوري ايه فعلا؟ ADP receptor blockers، المجموعه اللي بتقفل الاي دي بي ريسبتور. زي مين؟ اي حاجه فيها جريل، اي حاجه فيها جريل، واخد بالك؟ جريل، كلوبيدو جريل، براسو جريل، تيجا جريل لور، اي حاجه فيها كلمه جريل تبقى بتشتغل على الاي دي بي ريسبتور. افتكر كده ان الجريل، الجريل ده بتاع الاكل، اكل اي تي بي، طاقه، فاي دي في يعني. مش قاصد والله، بس ما هنعمل ايه عشان احفظك بس. كلوبيدو جريل، براسو جريل، تيجا جريل، اي حاجه فيها جريل، تمام؟ وفي حاجه تانية اسمها بطل استخدامه في الوقت الحالي على فكره، خلاص انقرض ده خالص من السوق، اسمه تيكلوبيدين. تيكلوبيدين تضحكوا على ايه؟ خلاص في واحد بيضحك، انت بتضحك على ايه يا لا؟ اما انت عايز تيكلوبيدين صحيح. خلاص ما علينا. فبالتالي يا جماعه ده واحد انقرض كده من السوق اسمه تيكلوبيدين، تمام؟ ما علينا يعني. فبالتالي يا جماعه اي دي بي ريسبتور بلوكرز دي تشمل الجريلات، كلوبيدو جريل، براسو جريل، تيجا جريل، خلاص، وتيكلوبيدين. تيكلوبيدين ده انقرض، وافهمك وانقرض ليه ده. طب دول بيشتغلوا ازاي؟ والله حضرتك بي 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 بيوقفوا الاي دي بي ريسبتورز. طب لما اقفل الاي دي بي ريسبتورز همنع ظهور الجلايكوبروتين 2B3A على سطح البليتلتس، فاوقف عمليه البليتلت اجريجيشن والبليتلت بلاك فورميشن. وطالما الاي دي بي ما عرفش يمسك في اي دي بي ريسبتورز، يبقى اذا ده مش هيطلع على السطح، يبقى اذا ما فيش بليتلت اجريجيشن، ما فيش بليتلت بلاك فورميشن. اقويه جدا الجريلات، قويه جدا الاي دي بي ريسبتور بلوكرز، ار ا فيري فيري بوتنت انتي بليتلت دراجز. نستخدمهم يا جماعه في الناس اللي ركبت دعامه في الكوروناري، اللي مركبين كوروناري ستنت. في ناس كده بيبقى عندهم ايه مثلا؟ ضيق في الكوروناري ارتري، يجي موسعينه لهم بحاجه اسمها دعامه للكوروناري، يركبوا حاجه اسمها كوروناري ستنت. المشكله ان الدعامه دي ممكن تستفز الجسم، فالجسم يكون عليها جلطه، جسم يكون عليها جلطه، فالشريان برضو يتسد. اسمه دعامه، دعامه الكوروناري، كوروناري ستنتنج. عشان كده كل اللي مركبين دعامات للكوروناري الشرايين اتجهت لهم، ماشيين على جريل، ماشيين على كلوبيدو جريل او براسو جريل او تيجا جريل او واتس ايفر، اللي هي بيت الاي دي بي ريسبتور بلوكرز. نستخدمها طبعا برضو في مرضى الستروك او مرضى الام اي اللي جاله جلطه في المخ او جاله جلطه في القلب، علشان امنع حدوث جلطه اخرى. وممكن نستخدمها برضو في مرضى الاكيوت كوروناري سيندروم. ايه الاكيوت كوروناري سيندروم ده؟ اللي هو من الاخر يعني الانستابل انجينا والمايوكارديال انفاركشن. الانستابل انجينا والام اي، ايه الانستابل انجينا وبتاع؟ كارديوفاسكولار فارماكولوجي، هظبطك ان شاء الله. ده الاكيوت كوروناري سيندروم. ايه اشهر اعراضها الجانبيه؟ اهم واحد واللي قل جدا استخدامه واصبح شبه منعدم لدرجه انه تقريبا على وشك الانقراض من السوق، التيكلوبيدين، لان اكتشفوا بعد ما نزلوه بفتره انه بيعمل بي ام اس، بون مارو سابريشن، توكسيك على البون مارو، بيدمر الستيم سيلز في البون مارو، فبيعمل نيوتروبينيا، بيقلل يا جماعه الدبليو بي سيز، وعلى فكره وبيقلل الار بي سيز وبيقلل البليتلتس، بس هم لقوا انه بيقلل الدبليو بي سيز جدا، كرات دم البيضه بتقل جامد جدا، فده يقلل مناعه بعنف. حتى على فكره التيكلوبيدين دلوقتي بيفكروا يستخدموه كيمينو سابريسنت كحاجه تهبط المناعه، بس التيكلوبيدين من ساعتها هو بطل استخدامه. نزل بعديه بقى الاجيال الجديده اللي هي الجريلات، كلوبيدو جريل، براسو جريل، تيجا جريل، دول مش توكسيك على البون مارو خالص. لكن نسيت طبعا ان انا اكتب لك ان اكيد كلهم ممكن يعملوا ايه؟ بليدنج تندنسي، بالتاكيد يعني، بس دي حاجه لوجيك، من كتر ما هي لوجيك انا ما كتبتهاش يعني. بليدنج تندنسي خلاص ما لهاش لازمه يعني. طبعا لانهم انتي بليتلت دراجز. طيب كتبت لك الاسبرين في نوتابين، ازاي؟ ازاي يا دكتور اسبرين تكتبه في نوتابين كده صغير؟ انت بتهضم حق الاسبرين، لان شرحه بالتفصيل في الانتي انفلاماتوري دراجز، شابتر انتي انفلاماتوري، امسك الاسبرين اقتله بحثا. فانا بجيب لك هنا بس السطرين اللي مهمين على مستوى الاسبرين كدواء يستخدم في البلاد في امراض الدم يعني. طيب بي ام اس، بون مارو سابريشن للي بيسال.
الاسبرين يا جماعه، الاسبرين لا يعمل كأنتي بليتلت الا لو اديته بجرعات صغيره سمول دوز 75 مللي جرام بير داي، اللي هو اسبرين الاطفال الاسبوسيد. روح لجده كده او تيتا لو كان ربنا يديهم الصحه لسه عايشين، وشوف كده الادويه اللي هو ماشي عليها، هتلاقيه ماشي دايما على اسبوسيد الاطفال. اسبوسيد الاطفال بجرعته 75 تقريبا مللي جرام بير داي. ليه؟ لان الاسبرين ان سمول دوز ات اكت اون كوكس 1، انما عارف لو اديته ان هاي دوز بيشتغل على كوكس 2. وانا لسه قايل من شويه البليتلت فيها كوكس 1 ولا 2؟ حد يفكرني كده. وانا لسه قايل من شويه البليتلت فيها كوكس 1 ولا 2؟ كوكس 1. كوكس 1 البليتلت فيها كوكس 1. كوكس 2 is restricted to the inflammatory site. افتكرها كده. Cox 2 is restricted to the inflammatory site. ما بيبقاش موجود الا في المكان اللي فيه التهاب، فيه inflammation. هو ده اللي بيلعب فيه دور الCox 2 علشان ينتج بقى البروستاجلاندنز والانفلاماتوري ميديتورز اللي هنتكلم عنها بعدين. فالاسبرين لو اديته بلو دوز يشتغل على Cox 1. بيعمل له انهيبيشن من باب العلم بالشيء، هو بيحط عليه اسيتايل جروب، بيعمل له اسيتايليشن، ات انهيبيت كوكس 1 باي اسيتايليشن. انما لو اديته بهاي دوز ات اكت از ان انتي انفلاماتوري. عارف ليه؟ لانه في الهاي دوز بيشتغل على كوكس 2 which is restricted to the inflammatory site. على فكره الاسبرين لما بينهبت كوكس 1 او كوكس 2 ات انهيبيت ذا انزيم irreversibly. عارف يعني ايه irreversible؟ يعني قفله ومش هيفتح تاني. هو بيحط عليه الاسيتيل جروب، خلاص الانزيم اتقفل. اتقفل لمدة قد ايه؟ لغاية بقى ما الجسم يصنع انزيم تاني والاسبرين يروح من الجسم. لما الاسبرين يروح من الجسم والجسم يصنع كوكس جديد او سايكلو اكسجينيز جديد، ساعتها بقى الموضوع يبدا بقى. الكلام ده بياخد له اراوند من 5 تو 7 دايز. الكلام ده بياخد له حوالي من 5 تو 7 دايز. irreversible للاسبرين. وانا كاتب لك اهو في النوتة بين ان الاسبرين in small dose 75 ملي جرام per day is used as an antiplatelet drug as it inhibit COX طبعا 1 بقى enzyme so decrease thromboxane A2 formation. However it's also discussed in anti-inflammatory drugs. ما تستعجلش على رزقك، هنتكلم عليه في الانتي-inflammatory drugs وسنقتله بحثا. قبل ما اقول بس ال PDE inhibitors، نتكلم على الجلايكوبروتين 2B3A inhibitors. مين الجلايكوبروتين 2B3A ده؟ ده اللي كان بيطلع على سطح البليتلت. فاكره؟ اللي كان بيطلع على سطح البليتلت وكان يمسك فخوه في البليتلتات التانية، فدي تمسك فخوها في البليتلتات التالتة، فدي تمسك في اختها في البليتلتات الرابعة، فيحصل يعني بليتلت اجريجيشن وكده. اه راحوا عاملين أدوية بتقفل الجلايكوبروتين 2B3A لما يطلع على سطح البليتلت. طب لما اقفل الجلايكوبروتين 2B3A لما يطلع على سطح البليتلت، يبقى انا كده اوقفت عمليه البليتلت اجريجيشن والبليتلت بلاك فورميشن. اهم سموهم جلايكوبروتين 2B3A انهبيتورز، فبالتالي they prevent the platelet aggregation. ودي تشمل الاب والفيبا. الله يكرمك ما تنساش كلمه فيبا. فيبا فيبا فيبا. بص جلايكوبروتين 2B3A، بص B و A B و A B و A. شوف احنا بنحطها لك، بص A و B A و B. طبعا بهزر انا بقلش. A و B B و A حاطينهم لك في النص علشان تفتكر ان هم بيشتغلوا على الجلايكوبروتين 2B3A، بس احنا بنحاول نحطها لك في النص بس علشان يعني نصعبها عليك بس. ف اشهر دواء اسمه اب 6 ماب، اوله اب اب بعدين 6 بعدين ماب. تمام اب 6 ماب. تمام ايه 6 دي انت بتعملها؟ لا ما حدش هيفهم دي غير الصايع. صايع خلاص، ما حدش هيفهم دي غير الصايع. فاب 6 خلاص ماب. تمام فاولها اب واخرها اب، يبقى دي ايه؟ انتي بودي طبعا. اولها اب واخرها اب تبقى انتي بودي. فشوف انت كده عرفت ايه قيمة الاب اللي في الاول وايه قيمة الاب اللي في الاخر.
قيمه الاب اللي في الاخر ان احنا نعرفك انه انتي بودي، قيمه الاب اللي في الاول ان احنا نعرفك انه بيشتغل على اب اللي هو جلايكوبروتين 2 بي 3 ايه. شوف يا اخي احنا بنحاول نبعت لك رسائل بس انت اللي ما بتفهمش لغتنا، احنا بتوع الفارما، انت اللي ما بتفهمش اللغه، انت اللي ما عندكش لانجويج، انت ما فيش منتاليتي، المنتالي عندك ضارب خلاص، انت مش فاهم الموضوع. فاب سيكسي ماب لازمه الاب الاولانيه والاب الاخيره، الاب الاخيره دي عشان تفتكر ان هو انتي بودي حاطينه في سرنجات او في امبولات، والاب الاولانيه هي جلايكوبروتين 2 بي 3 اي، احنا بنفكرك ببي و اي عشان تفتكر تمام. ده مونوكلونال انتي بودي، تدي للعيان اي في يشتغل كانتي بليتلت وقتي، يسك لك البليتلت بالضبه والمفتاح في اخواته، بس دول مش مونوكلونال انتي بوديز، دول بيتاخدوا اورال عادي او بارنترال زي الابتي فيباتيد والتيروفيبان. تيروفيبان كلهم فيهم فيبا 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 بي اي 2 بي 3 اي، كلهم بيشتغلوا كجلايكوبروتين 2 بي 3 اي انهيبيتورز، فبيمنعوا عمليه البليتلت اجريجيشن، بنستخدمهم في نفس استخدامات الاي دي بي ريسبتور انهيبيتورز اللي هي ايه زي ما انت شايف، في واحد مركب دعامه للكوروناري، واحد كان جات له جلطه في المخ، واحد كان جات له جلطه في القلب، واحد اتريسك ان تجيله جلطه في المخ او اتريسك ان تجيله جلطه في القلب، فبمشيه مثلا على حاجه زي كده. طب معلش هو انا طب ايه الحكمه؟ طب ما نستخدم اي دي بي ريسبتور بلوكر يا اخي، ليه نستخدم دول يا بدائل يا اخي؟ يعني لو العيان جاله اعراض جانبيه او ما استحملش الدواء اللي فوق يبقى عندي بديل، يعني ادويه موجوده وانت بتنقي منها اكوردنج لحاله العيان. يعني عندك مثلا ابسيكسي ماب ده غالي فحت، غالي فحت، الحقنه مش عارف بكام والله، وصلت بكام دلوقتي في مصر بعد ما الادويه ما غليت، ممكن تخش وتتقصه بس غاليه جدا الحقنه بتاع، بس الحقنه مش عارف تستمر لمده شهرين ثلاث اشهر. يعني لو خليجي مثلا اللي هو والله يا اخي بدنا نمنع الجلطه، فغلط، فانت تدي له ايه؟ ابسيكسي ماب راجل ما غالي زحليقه، الله ينور عليك، بالخوف عليه اللي هو غالي زحليقه، غالي فشخله، فانت لازم تدي له ايه؟ ابسيكسي ماب، يعني اساس راجل هي كان افورد يعني. لا بس المين سايد افكت بتاعتهم انهم تو بوتنت، طبعا ممكن يعملوا بليدنج بالتاكيد، وفي نفس الوقت ممكن يستهبلوا. عارف يستهبلوا ازاي؟ هم مش انتي بوديز، يعني واحد زي الابسيكسي ماب ده هو مش انتي بودي بيمسك في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، ممكن لما يمسك فيها كده يمسك في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي انتي بودي، يروح جايب خلايا المناعه ويخلي البليتلتس تتكسر، يروح جايب خلايا المناعه ويخلي البليتلت تتكسر، فيخش العام منك في ثرومبوسايتوبينيا، decrease platelet count due to platelet destruction. It happens in some cases يعني. الجمله دي ما حدش هيفهمها غير اللي خده فيسيولوجي، ما حدش هيفهم الجمله دي غير اللي خده فيسيولوجي. انا بربط بس بالفيسيولوجي، هقولها بسرعه. في يا جماعه مرضى اسمهم جلانزمان ثرومباسينيا، مرضى الجلانزمان ثرومباسينيا دول مولودين بهيريديتري ديفكت في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، هم عندهم نقص وراثي في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، وده بيدخلهم في بليدنج تندنسي. ينفع واحد عنده جلانزمان ثرومباسينيا مثلا، ولنفترض يعني جدلا، ينفع اديله نظريا ابسيكسي ماب او فيبا؟ تبقى غبي. عارف ليه؟ انت بتديله حاجه بتشتغل على تارجت مش موجود اصلا، وما عندوش، ما فيش عيان ما عندوش جلايكوبروتين 2 بي 3، تروح انت بتديله دواء بيشتغل على الجلايكوبروتين 2 بي 3 ايه، انت كده كانك بترمي الايه ال ايوه دكتوره سلوى انت كحيان يا محمد. بس طبعا ده نظريا، لان مرضى الجلانزمان ثرومباسينيا اصلا بيبقى عندهم سيوله، مش هيحتاجوا من قريب او من بعيد انهم ياخدوا انتي بليتلت دراجز يعني، بس ده حاجه نظري كده، لان ممكن يجي لك سؤال لافف ولا حاجه في اليو اورلي. كاتب لك انا اهو ان نوت بين ان الاب 6 ماب از امونوكلونال انتي بودي، ده انتي بودي محطوط في سرنجات اجينست الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، اتس ان انتي جلايكوبروتين 2 بي 3 اي انتي بودي. البورتيزوماب انا كاتبه هنا و
ولكن ده إضافة لسكشن المالتيبل مايلوما. المالتيبل مايلوما هتتاخد في الباثولوجي، في الأونكولوجي تحديدا، يعني في سكشن الأونكولوجي في الباثولوجي. مالتيبل مايلوما ده ورم في الـ WBCs، ممكن نستخدم فيه دواء اسمه بورتيزوميب. على فكرة it's an extremely new drug، هنجيب عليه سؤال إن شاء الله في حصة حل الأسئلة وهشرح. خلوها الحصة حل الأسئلة، كفاية عليكم كده النهار، يعني خلوا دي الحصة حل الأسئلة يا الجمعة الجاية، نجيب السؤال بتاعه في اليو وورلد ونشرح. تمام؟ كفاية كده. أنتوا سمعين صوت ال That's it for today. أسمع من حضراتكم الأوكي على حصة اليوم وعلى البلاد فارماكولوجي. معلش يا جماعة أوفر دوز، بس ما كده احنا بقيلنا البي دي اي انهيبيتورز، معلش ما لحقناش نخلصها، بس صعب ان نطول عليكم اكتر من كده. هقول البي دي اي انهيبيتورز مع حصة بكرة، مفيش اشكال. تمام؟ بس حرام كده، بس عرفتوا هما تلات صفح بس ايه، في كمية معلومات وحشو رهيبة. تمام؟ شكرا جزيلا لكم جميعا، وألقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس الموعد. لكم مني أطيب تحية. إن شاء الله المحاضرة دي تسجيلتها تنزل على الوول، لأنها محاضرة ترايل، فتسجيلتها تنزل على الوول مفتوحة للجميع، تقدر تحملها في أي وقت لو عايز. محاضرتين الترايل عموما احنا أخدين إن احنا بننزلهم على الوول، فبالتوفيق إن شاء الله للجميع، وألقاكم على خير بكرة. يا رب 260 بلس كلكم، يا رب دمي ما يكونش تقيل على قلبكم، بالتوفيق والنجاح والتجارة في السلاح. سلام عليكم.